السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من دور الستاشر السينمائي. والنهاردة معانا تصنيف جديد ومعانا ضيفين جداد على غير العادة، لأن في العادي بيبقى معانا ضيف جديد وضيف الدائم المعتاد بتاعنا مستر محمود أبو اسماعيل، اللي للأسف مش موجود معانا في هذه الحلقة، ولكن لحسن الحظ موجود معانا مستر بدر الجامد ومستر عبد الرحمن الجامد، ضلعان أو ضلعين مهمين جدا من ثلاثي بودكاست اشتري مني. والضلع الثالث فين يا كباتن؟ انا مش فاضي والله، انا الدنيا مشغوليات الحياه. يعني انا براء؟ لا اكيد الدنيا لا يعني انا وقلت لك ان شاء الله المايكات موجوده والكاميرات موجوده والكراسي موجوده ولا صح؟ لا لا والله معنا. جمال حبيبي والله كنت اتمنى انه يكون موجود معانا النهارده، بس ان شاء الله باذن الله هيكون معانا في مره تانية، يعني نصالحه هو ونصالح محمود ابو اسماعيل كمان بما انه مش موجود معانا النهارده، نعمل معاهم حلقه معانا. نورنا يا مستر بدر. ربنا يخليك يا حبيبي يا ريس، فرحان جدا والله ومبسوط انك معايا النهارده. كابتن عبد الرحمن الجامد. برحب بحضرتك جدا ومتبسط جدا لما اكون مع حضرتك. متبسط جدا، متالق دايما، متالق دايما. وان شاء الله باذن الله انا مش مهم طرف معين يكسب، احنا عايزين نستمتع بالكوره ونستمتع بالمباراه النهارده والامور دي كلها. ما كانتش مقصوده قوي ان مننا مستضيفين كوميديانز، ان احنا لازم نتكلم على حاجه كوميدي، بس هي الظروف خدمت نفسها ولقينا نفسنا متحركين في الاتجاه ده وعملنا قايمه ظريفه قوي. ايه بقى هي القايمه؟ أقول اتفضل. مش أسمائهم. القائمة أفضل كوميديان في الألفية الجديدة. أفضل كوميديان راجل في الألفية الجديدة. بما كل ما يجمعه من أعمال، ولكن على رأسهم على الأولويات سينما، تلفزيون، مسرح إن وجد، وأنشطة كوميدية أخرى لو كان بيعمل أنشطة كوميدية أخرى مثل الستاند اب أو البرامج أو الحاجات اللي زي كده، كل ده داخل معانا في الميكس بشكل أو بآخر. بالزبط. ولكن هم في الأساس كلهم نجوم سينما. بالزبط. أوكي، قايمتنا في البداية كان فيها 24 اسم صح؟ أيوه. وعملنا عملية استبعاد لثمان أسماء، ما كانتش عملية سهلة خالص عشان نوصل لل 16. طبعا الأسماء هنتعرف عليها مع الناس وإحنا بنعمل القرعة، وبعدين هنقول لهم الاسماء الشرفيه اللي تم استبعادها علشان يكون موجودين معانا في الصوره والناس تبقى عارفه احنا استبعدنا مين وازاي. النهارده المراسم بتاعه القرعه بتاعتنا اختلفت شويه، جبنا حاجه احترافيه شويتين، يعني دول يا جماعه من غير اي افلام في الدنيا، دول بتوع كيندر سربرايز عشان نخلص يعني، وجواهم الاسماء بتاعتنا عشان القرعه والحركات دي كلها. وهنبتدي مع واحد من ضيوفنا يسحب لنا اول مباراه. ماشي، تسحب اثنين دول يكونوا اول ماتش معانا. عايز اعمل دي بس الاول قبل اي حاجه، الكرات السخنه والكرات ال بس بلاتر هيتبسط بيك قوي. ريال مدريد بس انا عايز اعمل ليه، عايز حد يعمل، عايز حد يرياكت هنا ويضحك وبتاع على القرعه السهله عشان تبقى دي اللقطه اللي بعد ما يكسبوا يبقى ماشي. خالد علي المنسق العامل من صن داون زي هيضحك قوي دلوقتي. عادل امام. عادل امام اول اسم خط لازق. واو. عايزين نتذكر، اديني انا الاسم عشان نبني الشجره بتاعتنا هنا. عاوزين نتذكر ان احنا بنتكلم على في الالفيه الجديده فقط لا غير، اي اعمال قبل أيوة. ذلك مش داخله معانا في الموضوع، لانه احنا بنقول المقدمه اعتقد ناس كتير قالت يا عم عادل امام سيبها عمياني، بس لا احنا بنتكلم على الاعمال بتاعت الالفيه الجديده فقط لا غير. ممكن بالزبط. يكسب ممكن ما يكسبش. الطرف الثاني بتاع المباراه بعد اذنك. لا انت اسحب الماتش على بعض، مفيش ازعاج خالص في اللي انت عملته. بس يعني عايزين نشوف كده. بسم الله الرحمن الرحيم. سان بيترسبرغ. طلعت زكريا. طلعت زكريا يواجه عادل امام. يا خبر ابيض. حرام. غريبة جدا. حرام جدا. والله ما تخيلتهاش. والله العظيم حرام. مستر بدر. اتفضل اخ بدر. ليه ما تعمل شاشة. واثناء ما بدر بيسحب المباراة ديت عاوزين نفتكر ان بنقول للاودينس ما ينسوش ايه. يعملوا لايك وسبسكرايب. كل تاكيد لينكات يعني. اشتري مني تحت في الديسكربشن. لينكات فيلم جامد فوق في الديسكربشن، فوق الديسكربشن. يا ريت نفتكر اللايك علشان يعني احنا قلنا الجمال يجي الحلقه ديت، قال لك انا ما بجيش في حلقه ما بتجيبش كام لايك اقل من 50,000 لايك، فلو عايزين جمال يجي لازم نظبط دي حقيقه. هشام ماجد ماشي، هل في فرصه انه يقابل؟ هتبقى ايوه، هنعمل مشاكل في الحقيقه بقى ساعتها. تخيل تخيل هتبقى دراما. تخيل وادي واحده. لا محمد هنيدي دام ماتش جميل. بس ماتش جميل بس يعني بس يعني على الاقل تجنبنا المشاكل. حسستوني ان انتوا زي ما تكونوا هتقولوا ان خلصان. لا مش خلصان يعني، مش محير قوي. مش محير قوي.
يا جماعه انا فرحان قوي بالكور دي يا جماعه. جميله جميله وبتدي ايحاء فعلا تفتح كل حاجه. بيومي فؤاد جميل ماشي ممتاز. بالصدفه اللي بعد اللي هو جه كده احنا كنا بنطلع الورقه ديت ونوريها للكاميرا وبعدين اكتشفنا ان احنا مش عارفين نظبط اضاءه اصلا فلما بنعمل كده مفيش اي حد بيعرف يقرا اي حاجه فخلاص بس نقول احنا الناس نحلف احنا. اشرف عبد الباقي مباراه مستر عبد الرحمن اسحب لنا ماتش مباراه. بسحب مدرسه ان انا اسحب الطرف الاول احنا مش هنطلع اتنين مع بعض كده. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم احمد فهمي. اوكي جميل. هل فورس؟ بقى لسه في فورس. هل بقى ركز وانت بتختار علشان بسم الله الرحمن الرحيم عشان الجزء الثاني بسم الله الرحمن الرحيم. حلوه والله حلوه والله. محمد سعد. اوه دام 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 طبعا. حلو. اقرب له في الماتش يعني انا مجمعته. ماشي. المباراه الخامسه حسن حسني. حسن حسني جميل. دي بروينا الكوميديا المصريه. صحيح كنت بقول لك. ماشي. يقابل احمد حلمي. اوه آه. يقابل هالاند الكوميديا المصريه. ايش فعلا بيأسست الداتا. ايوه 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 هضحك فشل. حسن حسني في وسط او دي بروين اصلا في وسط الماتش قال له ما تلعبش الكوره. ضهري صبري خبطني في ضهري صبري خلص الحاجات دي بتاعتها صبرت عليك كتير. احمد امين جميل. قد يكون احدث اسم موجود معنا في القايمه على بالنسبه لسنه الظهور. احدث يقابل احمد ادم. اي من اقدم الاسماء اللي موجوده معنا في القايمه. ده حقيقي ده مباراه قويه برضو. عبد الرحمن نكد. المباراه قبل الاخيره انا بحب احمد امين طبعا بس يعني احمد ادم برضو اللي هو ايه فاهم. استنى بقى اما نخش في الامور يعني ان شاء الله ان شاء الله عشان بقول لك قد ايه ماتش صعب يعني. نعم شيكو. اوكي الحمد لله خلصنا خلصنا الحمد لله. موجهه ورا موجهه دي زي الاهلي والزمالك في الكاس كده. يواجه احمد مكي. اوه لا لا مباراه قويه. خلصنا بشياكه. خلصنا بشياكه. بجد. بسم الله الرحمن الرحيم. هيقول ايه هاني رمزي. اورايت معلش اختبار ذاكره مهمه بقى قبل ما تفتح دي. مين الاسم ال 16؟ احمد ايه؟ غالبا يا صايع. ما استنيه بالك شويه. برنس والله. صح ولا ايه؟ ده 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 دي مباراه دي قوي لو ما حصلش. هو؟ الحمد لله. ما ده قتل بالاسيوف دي. احمد بعيد. ده قتل بالاسيوف. بسرعه بقى الفقره الجميله اللي احنا متعودين عليها. لا استنى احنا حطينا الورق. مش مشكله. لا لا حطها عشان ما فيش حاجه تقع ولا بتاع. اوكي. بس استمتعتوا بفقره القران؟ جدا جدا والله. طب ان عليا النعمه انا عامل الموضوع ده كله عشان اللعبه بتاعت القران. لو عليا عايز اختم الحلقه دلوقتي. نعملهم في ورق بره وخلاص. طب دي جميل. ماشي. ورق توقع حضرتك. ورق توقع حضرتك. هايل. تكتب توقع حضرتك من غير ما نشوفه. هايل. واداري الورق. هايل جدا. طب مش الدرجه دي يعني هتاخد الورق؟ يعني الورقة. عشان يعني برضو درام رول. لا احنا كلنا هنكتب انا درام رول كل مره مش هنخلص. انت كنتش عارف؟ لا انا عارف بس يعني بقى مش خلص. ماشي ماشي يلا بينا. كتبت ما تبصش. طب بص عبد الرحمن والله بصيت يا عم. خليها معايا. حضرتك كتبت مش انا طبخت عادي مش كبير قوي مش مهم. المهم يعني هنعرف نقرا يا عم. خليها معايا. اوكي ماشي. طب خليها معاك كل شويه تمد ايدك. لا لا والله ما يحصل ابدا. مش هنبص ان شاء الله. لا لا ما هو دي في اخر الشغل يعني. هنفتتح ونقطع كلنا ونحتفل. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. بقى خطوه اخيره قبل ما نخش في النقاش نفسه وهو القائمه الشرفيه. الناس اللي كانوا موجودين معانا وما وصلوش للنهائيات. اسماء تضم محمد امام، محمد شرف، اكرم حسني، احمد رزق، رامز جلال، صلاح عبد الله، يوسف عيد، محمد ثروت، محمد سلام.
كلام right. ناس ليهم كامل الاحترام والتقدير طبعا. وكل حاجة في الدنيا طبعا. ولكن حسينا ان في نقاط لصالح ال 16 دول تجعل من الصعب جدا ان احنا ما ندخلهمش معنا في المناقشة. والبداية مع المباراة الاولى عادل امام يواجه طلعت زكريا الله يرحمه. بقول الله يرحمه ده مش قصدي ان انا يعني مجازا يعني اهو يعني هنقول ايه هو افلام عادل امام اللي في الالفيه افلام عادل امام في الالفيه نفتكر مع بعض كانوا ايه التجربه الدنماركيه السفاره في العماره السفاره في العماره ايه تاني عريس ولا عريس قبل كده تالي زهايمر زهايمر عريس من جهه امنيه زهايمر بس تقريبا ولا ايه تاني يعني احمد عز الحمد لله في حلقات دروس 16 بتاعه الكوره فتح لنا الباب ان احنا نمسك الموبايل ونبص فيه ما حدش يسمع احنا ابتدينا الالفيه بامير الظلام التجربه الدنماركيه التجربه من عريس من الجهه الامنيه السفاره في العماره عماره يعقوبيان لا يحسب ضمن الكوميديا مرجان احمد مرجان حسن ومرقص بوبوس زهايمر وبعد كده المسلسلات اتصرف ازاي رصيد مش وحش مش وحش طبعا يعني مش البيك طبعا ولا البرايم بتاع عادل امام بس مش وحش مش وحش بس انا ما اعرفش ليه الجمله دي متكرره بالمناسبه انا عايز اقول ان يعني هل عشان جوده الافلام نفسها ولا عشان انا كنت كوميديا انا كابتن وانا كان كوميديا يعني بحس ان الافلام دي كان فيها الكثير يعني كان فيها الكثير طبعا يعني التجربه الدنماركيه ده كان انا من الناس اللي شايف ان التجربه دي حاجه بقى راي تاني خلاص انا ساري جدا يعني بس خلي بالك التجربه الدنماركيه مش هينفع نعتد بيه لان هو فيه الاثنين طلع زكريا فين لا بس ده مشهد قول حق بس مش يعني ماشي بس يعني بس يعني هو مثال جيد جدا لمساهمات طلعت زكريا الكوميديه بشكل عام بالظبط هو هو صاحب المشهد الواحد اللي بينور افلام هو في الوقت ده كان بيلعب هذا اثناء اختيار الاسماء اللي ممكن حضراتكم تشوفوها وممكن ما تشوفوهاش دي الله اعلم اللي هيحصل فيها ذكرت ان فيلم زي فيلم حريم كريم اللي دلوقتي بيتعمل له جزء تاني هو كله على بعضه كان جزء زكريا. اول اصلا عشان طلعت زكريا يعني بالظبط هو كان شيء عشان طلعت زكريا لا انا صعبان عليا بس ان احنا نخلصها كده من غير ما نقول طلعت زكريا ده يعني يا جماعه راجل في الاسطوره هو حرفيا يعني اللي هو المشهد لما كان مع اسمه ايه ده البرنامج بتاع حلو بينهم وبتاع وقال ان انا قدمت ضحك الراجل قدم ضحك بجد يا جماعه قدم ضحك جميل مش اللي هو على فكره طلعت زكريا ليه فيلم بيحسب على انه كوميديا رخيصه زي فيه في المنديل باين لا انا كان قصدي حاحه تفاح انا شايف ان حاحه تفاح فيلم حلو يعني هو على مستوى التماسك يعدي أيوة وعلى مستوى الكوميديا جبار وهو دور اول فيه ايوه كان بيضحك على فكره المشهد بتاع اسمه ايه ده اللي هو خلاص انت راجل اطول مين تفهم في الامور دي كذا يعني في على فكره تحيز لافيهات معينه مش افلام بقى ولا لافيهات تلاقي تحيز لافيهات معينه في الحلقه 21 هي كده للاسف يعني خلصانه صراحه طبعا بس انا كان لازم نقول حاجه على زكريا يعني اللي هو الماتشات اللي بتخلص وانت عامل لك ايه صحيح كان نفسي بقى اذا عادل امام يتقدم لدور الثمانيه يعني برضو عشان نكون واقعيين وعمليين بسهوله بسهوله كوانتيتي وكواليتي كنا نحب يكون عندنا حاجه مختلفه صراحة. نقولها ولكن هو بسهوله بصراحه بالظبط ماشي عشان يقابل الفائز من مباراه هشام ماجد ومحمد هنيدي انا دي خلصها بسرعه دي نفس الموضوع برضو خلصانه بسهوله تعال نحط بس الحاجات كده قدامي ايه في الالفيه وش اجرام وش اجرام واسمه ايه عندليب الدقي وغالبا برضو فول السن العظيم فول السن العظيم ده كل ده فول السن 2003 ايه تاني 2003 في السن العظيم ده اللي احنا شفناه امير البحار فاكس ماشي يعني موجود امير البحار ده عبقري مش عارف ده انا بضحك فيه ضحك مش طبيعي ما بقدروش هذا التأثير يعني بيليا ودماغه العاليه 2000 جاءنا البيان التالي 2001 البيان التالي ده راح فين؟ نهار اسود صاحب صاحبه 2002 عسكر في المعسكر 2003 فول السن العظيم 2004 يانا يا خالتي 2005 وش اجرام عندليب الدقي رمضان مبروك ابو العالمين حموده امير البحار وبعدين بقى تبتدي تخش في الحاجات اللي مش اعظم حاجه تيتا رهيبه بس انا رهيبه حلو انا بحسه يوم ملوش لازمه خلاص بقى خلاص عشان انت فاهم احنا رايحين فين صح؟ ما نضايقش حد وما نضايقش نفسنا بس لا يعني انا 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 لما افتكرت محمد هنيدي في الالفيه الجديده هم دول اول حاجات جت في دماغي ايوه نسيت ان يعني إيه إن انطلاقا من جاءنا البيان التالي جوه الموضوع معانا عشان بالنسبه لي دي قصه
طفوله. يعني بالنسبه لي الحاجات دي أيوة. يمكن اكون شفتها قبل ما اشوفها همام مثلا. هل محمد هنيدي وصل لنقطه معينه بعد الانطلاقه العظيمه بتاعت صعيدي وهمام في امستردام والكلام ده، بقى بيقدم نص فيلم كل مره؟ تتمنى مؤخرا انه يقدم نص فيلم يعني عندي لي فيلم صعب النص مقبول يعني. فول الصين العظيم في تقديري الشخصي نص فيلم. بعد الكوميديا اللي دلوقتي بقى يتقال عليها عنصريه بتاعت الصين مش احسن حاجه في رايي. انا عايز اقول انه فيلم نص فول الصين العظيم ده جميل جميل، سايب بدايته اروع. ما ايه ده، هو بدايته اصلا لغايه ما سافر نص فيلم. انا عايز اقول ان في افلام كتير عسكر في المعسكر لغايه لما ابتدي يهرب. النص الاولاني بتاع الفرح باول مره قابل ماجد الكدواني، بابول اللي عايز يتجوز بالمعرفش مين بالكلام ده، ده فوق الرعب. في كتير اصلا كوميديا في الفتره دي من بدايه البلوت بيبقى الفيلم مش اقل من قبل كده. يعني لو قلنا تجربه الملكيه ده انا لسه افتكرته في الماتش اللي فات. لا قبل ما تيجي نيكول سابا كان احلى بكتير. مش انا هي شخصيا ايوه مواقفهم مع بعض ومش عارف ايه والمشهد بتاع المطعم بتاع 8000 ويخلص. فول الصين العظيم بالنسبه لي لما بيجي في بالي كده معلمه ان هو ده اول فيلم لمحمد هنيدي بالهوليد سمايل. يعني ده بالنسبه لي والله يعني لغايه ما سافر. يعني هو الفيلم جميل. انا لسه اصلا بنتكلم قريب بقول لكم انه حتى الطريقه اللي سافر بيها مش مش الطريقه اللي اتعمل بيها دلوقتي افلام، اللي هو عايزين نحطه في الصين ونتصرف وتتوالى. بس اول ما تسمع الكلمه دي تعرف ان تتوالى الاحداث المفارقات تعرف ان تتوالى المفارقات الكوميديه تنتهي، تتوالى الاحداث الكوميديه دي. طيب هشام ماجد. هشام ماجد هو اتكلم بس النقطه دي في بتاع انه كان بيتعمل مجهود بس هنا في حته فول الصين العظيم. بس كان بيتعمل مجهود حتى الطريقه اللي سافر بيها، انه في ابو موته وفي مش عارف مين، في جوز امه اللي عايز يمشي عشان هو ما ياخدش الورث، نفس الوقت عنده حد في الصين مش عارف ايه، فقرر يبقى اللي هو مش يلا فيها يلا نحطك في الموقف وخلاص بعيدا بقى عن ايه اللي جرى. صح. في العادي كان هيعمل ايه؟ في العادي كان يعمل ايه؟ هيبقى قاعد قدام التلفزيون مسابقه في الصين، ايه ده هشترك فيها؟ استاذ محيي وانت اشتركت معانا يلا نسافر بمنتهى العنايه. هو تعبير العنايه في الفرنساوي بيقول لك حاجه سواني، يعني حاجة واخدة شوية رعاية، واخدة شوية عناية، مش لازم تكون مقنعة 100%، مش لازم تكون حبكة بنت اللذينة ما تخرش المية، بس على الأقل يا سيدي بذلت شوية مجهود عشان تبيعها. أيوة. اللي هو شوية محترم ذكائي، محترم تفكيري، بلاش ذكائي يعني، محترم تفكيري. محترم ذكائك، متوسم إن أنت كمشاهد عندك شوية ذكاء. بالظبط. هشام ماجد كله في الألفية الجديدة، أنا لسه واخد بالي من الموضوع ده، ما كنتش واخد بالي بصراحة. هتوصل للغايه بعيد عن حاجات الثلاثي. ايه تاني؟ حمله فريزر وحمل اللقب. عايز تجيب من الاول بقى فيشو تشبيه و البرنامج والحاجات دي، المسلسلات فظيعه. رجل العناب، الراجل المستحيل، اسمه ايه؟ رجل المستحيل. رجل تعرف المستحيل، رجل تعرف المستحيل. ضحك الدنيا، ضحك الدنيا. لا كنت هقول حاجه. انتوا مش جيل الهاردات صح؟ انا جيل الهاردات. واو. يعني الفيلم ده كان بينزل على الهاردات وبنقعد نبدله مع بعض هو ساعتها انتشر جامد. انا كنت لسه يا جماعه الناس كانت بتتناقله زي مش رمضان كده زي الطبق بتاع رمضان اللي بيقعد يلف على العماره كلها ده. لا لا، ويعني وفي الاغلب من الافلام اللي انت مش بتبصيها الواحد تقول اتفرج عليه هيضحك. لا ده انا معايا فيلم عاوز اجي اتفرج عليه معاك للمره السابعه للمره الثمانيه التامه، عايز اتفرج عليك وانت بتضحك عليه. اصل انا رجعت عارف مستحيل ده غالبا ما شفتوش كامل. انا شفت يعني حضرتهم ما فيش تشبيه، وبعدين كان الظاهره اللي كلنا عارفينها بتاعت ان انت بتحفظ الفيلم منين في الفتره دي او بتعرفه منين؟ من انه بيجي على ار تي سينما كتير فشخ. صح. بيخلص وبيجي وبيخلص وبيجي. فكان ورقه شفره جميله، كنت من اوائل الناس اللي شفته في مصر. فلما جه سمير وشهير بقى لا انا مش زيكم في حته ان الناس دي اول مره اشوفها قوي. انا بقى قاعد معاهم مشوار يعني. ايوه. عايز اقول الادوار لو بصيت في كل فيلم عملوه حتى مع بعض الادوار بتاعتهم الثلاثه برغم ان هم بيقولوا ان كان مختلف عن ادواره ومش عارف ايه، لا مناسبه فشخ. انت بتشوف ده من وجهه نظرك عشان شفتها. لا انت مين يعمل بهير ده بالجمال ده؟ لا انا اعتقد ان هم عمليه الكتابه بتاعت الافلام كان بيبقى في باله من الاول هو بيكتب الشخصيه دي لمين. اي بس هم بيقالوا كذا مره ان هم كانوا بيختلفوا في كل عمل، بيختلفوا في بيختلفوا على مين اللي يجسد الشخصيه ولا بيختلفوا مين اللي يجسد الشخصيه. لا مش كانوا مين يجسد انهي شخصيه. احمد فهمي قال طلع ان انا ما كنتش عايز اعمل شو الرقاصه. اوكي. بس لما اتزنق في فكره ان هشام ماجد عشان هيئته لازم يعمل البنت الدلوعه اللي هو شاهين ده وشيكو علشان البنت التختوخه شويه، البنت التختوخه اللي هي ملهاش قوي في دي، وده تصنيف انا جائر يعني احنا مالنا يعني مش هم اللي عملوا. ايوه انا بقول لك تصنيف جائر منهم يعني. بس هو اتزنق في خلاص انا لازم اعمل دي ما فيهاش. اوكي.
لا انا برضو ده هنا بقى يعني يعز عليا ان اقول كمان، مش عز عليا يعني، بس اقول ان الماتش ده حتى لما يخلص هيبقى فيه اعلى شويه، درجه اقل شويه في السهوله يعني. لا انت بتتكلم برضو في ناس بس دي حته مش عايز ازودها قوي يعني في الموضوع، بتتكلم في ناس كان ايديها في الموضوع اكتر، وناس يعني اللي هو عموما في الكتابه وفي كذا حاجه، فاللي هو حد برضه ممكن ياخد البوينت دي. لا بس يعني الناس من الحاجات اللي عرفتها يعني في مساهمات الثلاثي في الكتابه، ان هشام ماجد في الكتابه عظيم عظيم. هو انا ما اعرفش انتوا رايكم ايه، انا كنت اتمنى ان الماتشات دي تحصل بس هي مش هتحصل، هو انهم يلعبوا بعض بس، هو على ما يبدو شكل القرعه كده بتقول هو مش هيحصل، ما حدش فيهم هيقابل التاني. بس انا قلت كتير انا بحب التلاتة على مستوى الكوميديا وبحب افلامهم مع بعض جدا، بس انا في رايي الشخصي افضل كوميديان في التلاتة هشام ماجد، لان هو ما عندوش ادوات كوميديه استثنائيه شكلا او صفه او كلام زي ده. ده واحد زي ما بيحصل مؤخرا في انه ابتدوا يوظفوه في حاجه زي تسليم اهالي، هو كوميديان وبيعمل كوميديا وكل حاجه، لكن في الاساس ده هو دوت الولد اللي كاتب على جنان البنت بالظبط، عايزه ترتبط بيه وعايزه تحبه وبتاع. ده في تاريخ مصر مفيش حد بالمواصفات ينفع يعمل كده كان كوميديان على اساس بالظبط. صح دي نقطه جميله جدا دي، يعني عاده بيجوا من ده ويجربوا في الكوميديا بالزبط. زي محمود عبد العزيز الله يرحمه حاجات زي كده، بس ان هو كوميديا وبعدين تكتشف يا ابني انت ممكن تعمل كل حاجه، ايه المشكله يعني بالزبط. فعشان تكتشف ان هو فعلا بيبذل مجهود اكبر شويه من غيره في تعبيراته وفي حركاته وفي الكلام ده كله عشان يصدر كوميدي، عشان كده انا بحترم ده جدا فيه. جميل. انا مش هو بس هو مش هو بالنسبه لي، مش هو الاختيار الاول في الثلاثي في الضحك. اوكي مين؟ شيكو. شيكو نمره واحد. مع اني فان متطرف ومتعصب لاحمد فهمي. احمد فهمي ده بالنسبه لي يعني، هو مؤخرا عبد الرحمن كان طالع معاه في الفيلم لما رحت وشفته، وانا شغال شغلي بيحتم عليه اشوف فنانين ونجوم كتير مع كامل الاحترام ليهم، انا شفت احمد فهمي اللي هو عارف لمست ميسي لاتاكد ان هو حقيقي، فاهم؟ بس انا بالنسبه لي في الضحك شيكو اكتر يعني. تمام. طب لا مفيش داعي للاحراج. انا عندي راي وقلته قبل كده برضو بس هقوله لكم. هو انا شايف ان هشام ماجد افضل كوميديان في الثلاثه، شايف ان شيكو افضل ممثل في الثلاثه، وشايف ان فهمي بالنسبه لي أبو. وشايف ان فهمي كلوز سكند في التصنيفين. يعني هو زي ما انا لسه قايل، هو هشام ماجد ما عندوش المقومات شكلا وهيئه ان هو يبقى كوميديان. ايوه. في المركز الثاني على طول وراه فهمي. ايوه. شيكو انا بعد ما شفت قلب امه، لا في قلب امه انا شفت واحد بيعمل تمثيل جماعه لو في السياق أيوة. مختلف شويتين الناس تركز فيه شويه، الانتقال اللي كان بيعمله جوه المشهد ما بين المجرم بقى وبين الحنين والام الحنين اللي معرفش مين، وكان بيروح أيوة. وبيجي منه بسرعه ويندهش، وخلي بالك عاده لما بيعملوا ده بيجيبوا كاركتر بره يعكس الاندهاش. وده كان موجود، كان في كام شخصيه تعكس الاندهاش. لا ده هو كان بيعكس على نفسه. يعني هو كان بيعمل حاجه وبعدين هو انا بعمل ايه؟ ايوه مع كامل احترامي لكل انا مش شايف ان ده تمثيل سهل، مش شايف ان ده تمثيل متطور خالص. انا ممكن اقول بس ان هو يعني احمد فهمي في حته كممثل الى ان هو كجرأه يعني اللي هو طيب خلاص انا هعمل حاجه ثانيه، نجرب حاجه اصعب. احمد فهمي يعني انا اتفرجت له على عملين ورا بعض، مستر اكس مثلا والمسلسل الاخير اللي بيتعرض السفاح. احمد فهمي لما جنب الضحك شويه يعني ادى للضحك اجازه شويه، ممثل بالنسبه لي انا ما شفتش مرعب. السفاح بس شفته في الفيلم بتاع احمد عز العارف عمل فيلم جميل. كويس. انا حاسس انه كويس صعب قوي يعني مفيش حد بيعمل ده بنقول عليه كويس من اساسا يعني كويس بالزبط. كويس قوي. الشرير اللي يتكره ده انا بحبه. يس. انا كنت شكرت حتى في الريفيو بشكل واضح اللي واخد الموضوع شخصي بالظبط. هو مش الشرير اللي هو عايز يدمر العالم هو عاوز يعني هو عنده مصالح وعنده فلوس وعايز يعمل، وبعدين بيكره الشخصيه بتاعت احمد عز، هو عاوز ياذيه نفسيا. فكرني طبعا مع الفارق، مش ما بعملش مقارنه مباشره مع حاجه زي كده، فيليب سيمور هوفمان في ميشن امبوسيبل الثالث. ده اكتر فيلن كان واخد الموضوع بيرسونال، كان واخد الموضوع شخصي. ايوه بحب ده قوي بحترمه. إيه لو لغوا الشر في الدنيا انا برضو ارخي مالك انت. فمحمد هنيدي يعني. فمحمد هنيدي يعني قلنا كتير صح؟ قلنا بيتهيألي يعني عملنا الواجب بس صعب جدا. عملنا الواجب الصراحه.
الماتش اللي بعد كده انا مش عارف بصراحه مدى صعوبته ومدى سهولته. هو بيومي فؤاد صعب عليا انا اشرف عبد الباقي. لو يا جماعه ما نشرناش الكواليس في نقطه جامده جدا، واحنا اصلا بنختار الاسماء محتاسين في ان ناسين مين مش ناسين مين، وبعدين بدر راح معدي على بيومي فؤاد وكان راجع يعدي عليه تاني زي ما يكون حد في تصنيف تاني في حاجه مختلفه عن اللي احنا بنتكلم فيه ده. قال لك اه بيومي فؤاد، بيومي فؤاد واشرف عبد الباقي. هل تحبوا تكسبوا بيومي فؤاد عشان نعاقب اشرف عبد الباقي؟ مش قادر مش قادر مش قادر, مش قادر يعني فاهم قصدي، مهما حصل مش قادر يعني فاهم اجي على اشرف عبد الباقي. اشرف عبد الباقي بصراحه انا مؤخرا يعني ممكن لو كانت الحلقه دي اتسجلت من شهر كنت اقول لك ماشي ممكن تكون ها، لكن اشرف عبد الباقي مؤخرا انا بري ووتش حكايه زوج معاصر، وانا لو نزلت لقيته داخل في عربيتي مدشدشه هسامحه هخليه يمشي عادي. وانا عايز اقول ان هما الاثنين بجد بجد بحبهم بجد مش هزار يعني، بحبهم بجد هما الاثنين، بس هما الاثنين يعني قلت لك هو انت عندك صفه ما يتشابهوا فيها هما الاثنين. ايه بقى؟ ان طريقتهم تقريبا تتشابه في بعض الحاجات، يعني طريقتهم من عمل للتاني هما الاثنين. انت فاهم اشرف بقى هيخش يعمل ده ازاي؟ انا لو جبت لك ورقه دلوقتي مكتوبه هتقول لي اشرف بقى هيعمل ده ازاي وبيومي فؤاد هيعمل ده ازاي؟ كوميديا التتنيح. ايوه وبتاع يعني الكوميديا. انا فاكر كويس قوي بيومي فؤاد لما الناس ابتدت تدرك وجوده في اول لما ظهر في الكبير. الناس مش تعرف اسمه، قعدت فتره طويله ما تعرفش اسمه، عمالين يقولوا الراجل دوت جو تاني لانه بيقول نكته وبيعدي بيها شارع واثنين وثلاثه، وبعد ما بيقرب انها تختفي من النظر تبتدي تدرك ان هو قال نكته بالظبط، لان هو لا بيديها الرياكشن بتاع النكته ولا بيديها السبيس بتاعت النكته ولا بيديها البوز بتاعت النكته، ما بيديكش فرصه انك تدرك انك عديت على نكته وبيكمل منها على طول. بالظبط. اشرف عبد الباقي في بدايه ظهوره كان كده، بس اشرف عبد الباقي ساعات كتير بيقول لك ده الافيه اهو. ده بعدين اشرف عبد الباقي انا فاكر لما كان بيطلع في ادوار مسانده في بدايته، فاكر مع محمود عبد العزيز وحاجات زي كده كان بيطلع ادوار صغيره، لا كان من النوعيه دي اللي هو دوس على الافيه وعدي وبعدها بشويه الناس تبتدي تدرك هو قال ايه. واللي ساعد في ده اكتر، واللي ساعد في ده اكتر ان هو كان زي ما انت بتقول في الكبير الناس مستنيه اكتر الضربه هتيجي من مكي، الضربه هتيجي من سلام، من الكاركترز الواضحه والبارزه بغض النظر عن مدى نجوميتهم يعني، بس لا كانوا مستنيين بيبقى اتجاه جاي من هنا. طب ما تيجي نشوف اشرف عبد الباقي في الالفيه الجديده عمل ايه اصلا بقى؟ ليه ايه؟ غير راجل وست ستات 12 جزء غير ده يعني في صاحب صاحبه والله تتصدق انا عمال اسكرول وما بخلصش. بس استاذ اسد فرات كاري زعل منك، انا اسف والله. رشه غريقه رشه غريقه فيلم اندر ريتد بالنسبه لي. صاحب صاحبه، صاحب صاحبه ده حاجه حزينه قوي. ايه وحش؟ ايه ده بجد والله؟ إيه ده؟ انا معلومه ليه كده؟ ايه ده ازاي يا ريس؟ ميدي قوي قوي قوي. هو صاحب صاحبي صاحب صاحبه اكتر محمد هنيدي اساسا، وكان في بعد سريل شويتين عمالين يحشروه الصداقه والبتاع ومعرفش النعامه والبتاع، حاجات حشرت كده جوه الموضوع. ما اصل لازم نطلع البنت، معرفش انا في تصنيف كده معين معرفش عنده ولا لا، ده للافلام لما يجي حد يقول لي فيلم ده حلو ولا وحش اقول له لما بلاقيه بسيبه. ايوه اصلا حلوه قوي دي. ايوه لما بلاقيه بسيبه مش بقى اللي هو يعني عمره ما يوجد في السيرش بار عندي. بالظبط. وبعدين سبحان الله بقى على 2004 اشرف عبد الباقي اصبح ضيف شرف تلقائي كده. عريس من جهه امنيه، حب البنات، حب البنات لا خالي من الكوليسترول دور اول طبعا. طبعا عبقري. حب البنات اريد خلع دور اول. على فكره لخمه راس دور مساند. راجل وست ستات بقى وهنعدي على الكلام ده كتير قوي. خالي من الكوليسترول بروجريسيف قوي. ايوه طبعا جدا. ايه ده قوي اصلا اخر المشهد ده اللي هو بتاع المصاعد الهوائيه بتاع ده انا بموت عليه من صغير وانت فاهم. الوغد للتامين، الوغد للتامين على جنب يا اسطى. راجل وست اشرف حرامي. اشرف حرامي اصلا مش وحشه. بوبوس، بوبوس هو يعتبر طلع كم مشهد؟ لا طلع كتير، طلع كتير طبعا. ده كان طلع المطبخ ومحسن بيه هنداوي. اوكي بيومي فؤاد انا مش هبص على الفيلموجرافي انا اسف. لا خلاص بقى احنا هنروح فين؟ ايه دي صعبه دي؟ صعبه جدا. صعبه جدا. والله صعبه مش سهله، لان خلي بالك انا بحسب يعني في كده ايه بيومي فؤاد لما بشوفه بيطلع في حاجات كتير يا عم مش يعني مش اللي هو ايه اللي انت بتعمل
اللي هو انا احنا في الاول وفي الاخر عارفين انت على ايه يعني فاهم انت اللي بس يعني ما اعرفش يمكن انتوا تحرجوا من انتوا تقولوا حاجه زي كده انا هقولها. لا بيومي فؤاد كان بيوصل في مراحل كتير جدا لاني بزهق منه خلاص ما بقتش قادر يعني. وياما اتهاجمت في الموضوع ده لما كان في كل فيلم في الدنيا بيطلع هو دلوقتي هدي كتير أيوة. هو كان في فتره بيطلع في كل فيلم في كل برنامج في كل موضوع استوديو التحليلي بتاع ماتشات الاهلي ده بجد بيطلع في كل حاجه انت عارف ان بيوف هو اللي اعلن خبر ان رمضان صبحي مشي من راح بيراميدز أيوة. اساسا دي حاجه في التاريخ كان اعلنوا بجد كتير قوي وانا قلت بشكل مباشر انا زهقت وناس زعلت مني بسبب الموضوع ده وقالوا لي انت زهقت من بيوم فؤاد قلت لهم ما زهقتش من بيوم فؤاد زهقت من مساعد بيوم فؤاد يعني كل ما بخش في السينما يروحوا كاتبين مساعد فبيومي فؤاد في الشاشه لوحده انا حفظت اسمه نسيته دلوقتي بصراحه بس كنت خلاص جبت اخري يعني ايوه وبعدين في حته كده لما احمد فهمي بيعمل مداخله في اي برنامج اعرف ان المداخله اللي بعدها على طول بيومي فؤاد مع اوتوماتيك يعني كل المداخلات كل ما حد فيهم يطلع في برنامج رسم التاني كده لازم يجيب التاني معروفه يعني. طب ايه نفوت بقى ده يوكا ده حبيبي وصاحبي ومش عارف ايه ده احمد ده حبيبي معروف طيب افوت انا بالنسبه لي اشرف عبد الباقي انا بالنسبه لي بيومي فؤاد انا اسف ان انا زنقتك المزنق بتاع السوينج ده بس انا في اوقات كتير بزهق من بيومي فؤاد بعض الاحيان ظهوره بيبقى مش احسن حاجه على مستوى الكوميديا بس احنا بنتكلم على بصمه ان احنا نتكلم على الالفيه الجديده من انطلاقها لسنه 2023 مين مبصم عليها اكتر والبصمه مش شرط سلبيه ممكن يكون عمل مشاريع كتير سلبيه بس هو على الاقل وجوده فيها نادرا ما كان بيبقى سلبي. انا حاجه كمان بقى مش حاجه يعني برغم ان انا قلت ان هما الاثنين متشابهين في ان هو انت عارف هيعملوا ايه تحديدا لما يخش المشهد او حاجه بس بيوم فؤاد ادواته اكتر على الاقل. بيوم فؤاد دي حقيقة اللي عنده قد لا ينضب بالسرعه التي نضب بيها اللي عنده اشرف باي كوميديا دي حقيقة حلوه الجمله دي. اذا فبيومي فؤاد وانا انصحق مع راي الاغلبيه واقول بيومي فؤاد لا انت قلت اشرف عبد الباقي ايوه 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 مره جايه يعني ايه ممكن مره جايه تقابل فيها بيومي فؤاد ابقى برر نفسك بقى ماشي اوكي انت مين فيهم اقرب لانك تقابله الاثنين اشرف عبد الباقي قابلته اوريدي ايوه اوكي فما فتمام اشرف عبد الباقي غالبا مش هشوف بس بيومي فؤاد ممكن نشوف على راسي يا ريس انا عم عشان ماجد طلع واحنا يعني بس انت عارف يا ريس كل اسبوع تقريبا الفوتوشوب الفوتوشوب والجرافيكس يا ريس هم اللي مركبين كل الكلام يعني لو بيومي فؤاد بس هو يعني يلا ماتش عنيف قوي اللي احنا داخلين عليه ده يا فندم لا خلي كده عشان ده ماتش مين يا كابتن احمد فهمي ومحمد سعد احمد فهمي ومحمد سعد عندها قصه عندها حوار دي انت لا 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 هي فيها اصلا في كلام كتير لازم يتقال هنا هنا وهنا انت هو هشام ماجد مين اللي طلعه؟ هشام ماجد لا مش من طلعه مين اللي اكتشفه؟ ايوه ايوه مين اللي طلعه في الماتشات بتاعتنا؟ انا هنيدي صح؟ احنا قلنا هنيدي فلو هنيدي طلع هشام ماجد محمد سعد ما طلعش اصول ان محمد سعد لا لا صراحه انا بقى انا ده قلب المحب بقى انا ده لا لا بصراحه هيخليه احارب معاه على الاقل شويه لا لا اقف ظهره شويه لو كان تفضل حد من الحاجات دي اللي عملها محمد سعد بعد الالفيه كلهم اتنين ثلاثه كانوا قبل الالفيه كنت اقول لك ماشي كلهم بعد الالفيه كلهم بعد الالفيه هو اصلا جه بعد الالفيه بس انا شايف ان شخصيه الليمبي تم الفشل انا شايف ان الجولدن ايرا بصراحه مش لو هنقول جولدن ايرا يعني لغايه مثلا فين ابقى نزيه معاك لو قلت لك لغايه كتكوت والله انت لا منطقي كتكوت نص فيلم برضه في تجربة الشخص في حاجات كده في اثر لا يمكن ان يمحى من الوجدان ان الناس في الشارع بتقول اصل اخر حاجه ممكن اقولها لك ان الناس في الشارع بتقول على طلع حاجه كامل انت اتخضيته الناس في الشارع بتقول مش عارف ايه الناس ميجا ضحك يا جماعه ميجا انت بتتكلم في هو ضحكيه غاشمه ما بيديكش فرصه تاخد نفسك انا 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 دايما لما الناس بتقول لي الافلام اللي جابت لك نوبات ضحك ما بقتش عارف تبطل فيها انا على راس القائمه بوحه مش الليمبي ومش اللي بالي بالك بوحه في المشهد بتاع الضابط
مثلا لما بيقوله شايف العسكري ده ايه هيتشقلب بكل ما هو قبله بكل ما هو بعده. ده 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 مشهد يا جماعه. انا في بعض الاحيان بقعد في الستريم والله احلله للناس فنيا. ده مشهد من اروع ما يمكن. وفي الحته السوانيه اللي احنا اتفقنا عليها من شويه تبرير الموضوع. الضابط شافه الاول مش اول مره يشوفه دلوقتي. مش اللي هو انا شايف انك راجل ولد طيب وحسيبك تمشي دلوقتي. ممكن يعمله ممكن تعب. لا انا لولا اني شفتك النهارده الصبح كنت قلت عليك شريكه بالظبط. سوانيه فيها شويه عنايه الموضوع محروس الضبع نفسه وما توفيش شويه دين. والتاني ابن اللذين ما يلاقيش سلمه نكته ويسيبها. لا مش لا انا لولا ان انا شفتك النهارده الصبح كنت قلت عليك شريكه. شريكه ايه يا بيه؟ ده من المفترض ان انا راجل محترم. يا خبر ابيض. لا ودخل قال فاهم زي الفيرس كده بتاع الراب فاهم. دخل قال كذا 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 كذا. انا من انا من امبارح سعادتك انا مش عارف اللي هو قفلها كده بقى الراجل ده مخبي عراقيين. المشهد ده كله على بعضه ما حصلش. وفي الاخر التتويج بتاعها شايف العسكري ده ايه هيتشقلب. يا نهار اسود من بخره السم. انا فاكر ان انا اتفرجت على الفيلم ده في السينما الصيفي في المعموره في اسكندريه على البحر. انا وقعت من على الكرسي وبقيت عمال اتمرغ في الرمل وبدور على نفسي مش لاقيه. الشعب المصري كله بيقول انت برضه الناس كانت فاتت فتره تقول انت قاعد تعطيني الشورت في البيسين دي شويه. لا هتعد افيهات باشا. في افيهات وميمز من افلام مش حلوه بالظبط. يعني انت وقفت عند كتكوت في الليمبي 8 جيجا ده اللي هو اللي فيه بتاع زكا اشرف ومش عارف ايه وبتاع. مش حلو. بوشكاش ده قالب الدنيا افيهات وميمز وانسرتات إيه في الفيديوهات بتاعته. انت تتفق معايا ان بوشكاش مش فيلم حلو؟ فيلم وحش جدا. الله اكبر. لان الناس ابتدت في بوشكاش. لا بوشكاش بوشكاش ميمز. انا عايز اقف في نص اللي هو عارف انت الميمز اللي بتاعت اللي جاي اليافطه واقف يا جماعه بوشكاش فيلم صنعته ميمز. انا اسف انا أيوة اسف. ايوه 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 المشهد كله الدنيا كلها صعبه قوي صعبه قوي ووجود زينة صعبه قوي والدنيا صعبه قوي. احنا اندفعنا في حب محمد سعد جدا. بس احنا كنا انا كنت بترجع كفايت هفايت جوله على الاقل لاحمد فهمي الصراحه. انا عايز اقول هتكلم بس لا لا تمام بس انا في الاول في الاخر ماشي يعني. بس خلي بالك هقعد احجز شويه بس هكمل ماتش بس زي ما قلت لك زي ما قلت لك هو كان لو بنتكلم على كل دور ودور كل واحد فيهم في الافلام دوره هو في كل واحد فيهم حتى في الافلام اللي كانوا فيها الثلاثه مختلف وفشيخ وانت هتفضل فاكره يعني. انت يعني ما وما فيش حاجه هم الاثنين حد يعرف يعمله بالمناسبه اللي هو ايه يعني شوق دي ما حدش يعرف يعملها. الحرب العالميه الثالثه ما حدش يعرف يعمل ده. بحس ان احمد فهمي انا كنت بحب الايرا دي قوي بتاعت احمد فهمي قوي. ومش مش غالبا لما بجي اوصفها بتطلع شكلها سلبي بس انا مش قصدي كده. لما كان بيمرمط نفسه انا بموت في الفيس بتاعت المرمطه ديت. التحول اللي حصل في الرجل العناب يا نهار اسود بالمنديل اللي ربطه على دماغه بتيسير فهمي وهو نازل يلطش فيه في الرايحه واللي جاي مثلا مقصه. انا بحب في احمد فهمي انه انا بحس ان هو الوحيد فيهم الثلاثه اللي اتمرمط ونزل الشارع اكتر. فهتلاقي الانسايتس بتاعته صح. ايوه ده في هتلاقي الانسايت انت بقى تعرف هذه الخبايا بس الانسايتس بتاعته هتلاقيه حركه جسمه وهو مش بيعمل رقاصه بيعمل رقاصه درجه تانية البنت الشعبيه برافو عليك. كل الحاجات دي لا طبعا وقعتني خلاص بقيت احبه. فهمي عنده حاجات عابره ما اعتقدش ان في حد في الدنيا ممكن يكون كاتبها له زي بتوع سعد. هو يعني بص هو كل حاجه هنقولها حلوه على فهمي صعبه قوي يتفوق فيها على سعد اكيد بس أكيد. هي تستحق الاحترام. منهم حاجات عابره ما خدتش حقها ولا قعدت في الميمز ويمكن عشان برضو اعمال بتاعتها مش حلوه قوي بس مثلا كان بيقول قاعده معرفش ايه في حته شعبي احسن من تمشيه في شارع الشامبليزيه. الشامبليزيه دي محدش وقف عندها خالص. مثلا ولما كان بيقول باري عاصمه التوحيد والنور ايوه حاجات عجيبه يا جماعه. مشهد 5 دقايق ولا 3 دقايق بيغني الانتفاضه مستمره في اسرائيل. ايوه مبارك اسامه مبارك يا جماعه في حاجات لا 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 جدا جدا يعني. بس هو وقع في وش ديناصور للاسف الشديد يعني. لو ما كانش كده كان زمان هشام ماجد واحمد فهمي معدي في وش ديناصور مفترس كمان. يا جماعه في ممثلين بدون ذكر اسماء بقالها عقد من الزمن بيعملوا افلام كتير عددها كبيره بنفس الكاركتر وبنفس الحركات وبنفس البتاع. محمد سعد كل فيلم بينزل لك كل سنه بكاركتر مختلف بطريقه كلام مختلفه بلدغه مختلفه بشكل مختلف وده تمثيل
ايه ده؟ ده مش سهل ومش بسيط ومش مجرد الناس بتقول لك هو الكوميديان اللي بيطلع يهز في معرفش في مؤخرته واللي يقعد يعمل ايه ايوه يا جماعه ماشي هو بيعمل ده وبيبقى عشان عارف انت على ايه بس هو مش يعني. مش كده وبس والناس لما تقول لك الممثل الجامد لما عمل جد هو اللي كان بيعمله في الكوميديا ده كان تمثيل برضه وكان تمثيل صعب ولو كان سهل كان كل الناس عملته وكان كل الناس اتقبلت فيه يعني خلينا نقول كده ان الدنيا بقت صعبه برضه يعني يلا اللي حصل محمد سعد يتقدم لدور ربع النهائي حرب يلا حرب دروس ننتقل للجانب الاخر والناحيه الثانيه دي بروينا يقابل هالاند كما اتفقنا حسن حسني يقابل احمد حلمي هو من الصعب ان احنا نلاقي فيلم حلو الحلمي ما كانش فيه حسن حسني دي حقيقة وما يكونش حسن حسني من الاسباب اللي خليته فيلم حلو اصلا انت زكي شان ده كان يمكن يكون فيلم عادي مستحيل عادي اصل زكي شان ده خلي بالك انت في بلوك كبيره قوي انت دلوقتي محتاج تسليني لغايه ما الراجل ده يروح هناك يشتغل هناك ايوه مين اللي عمل ده محور ارتكاز انت عايز ايه انت جماعه عمل يعني وهناك بتسرح بالراجل يعني هنا بابا زكي جاي ولا ايوه ايوه بيصرف عادي الحته دي عجبتني اللي هو انا واصل لدرجه من الغضب انا مش قادر اقوم اضربك او مش قادر اقوم امسك فيك بابا زكي جه يا اولاد اللي بيصرف علينا دي على فكره من كتر الغيظ يعني هو بيعمل كده من كتر الغيظ والمفردات اللي بيستخدمها ابوك العربيد اللي بيعمل العربيد دي جنب يا جماعه لو عملنا الافلام لو عملنا الافلام بتاعت حسن حسني عديناها وليكن مثلا 200 فيلم مثلا في ال 200 عمل قول له بقى قول له اللي انت والضحكه دي انا بضحك عليها كل مره لا انا اقول لك على حاجه حسن حسني كنت اسوي له القصه دي فاكر حسن حسني هو الوحيد لان في ناس كتير عملت القصه دي ويعني سبحان الله هو الوحيد اللي بتتقبل منه الافيه اللي هو بتاع البيت ولا ماشي ايه البيت ايوه اللي جنبهم في نفسه دي اللي هو شفت مره كومبايليشن لليستة خضات حسن حسني في الناظر اصلا خضاته بس مش افيهاته المرات الكام مره اللي اتخض فيهم في الفيلم الناظر ده يا جماعه ده جماعه اسمه ايه ده كنت لسه بقول برضو على الباشا تلميذ وباشا تلميذ ده هات اي حد تاني برضو يعني الدور ده يعني لا ثقل باشا تلميذ انت في ايه انت عايز ايه نجدت انت عايز ايه حاجات بسيطه بس خلاص يا فوزيه هو انا غريب يا جماعه شفت بيقول لك هيكلم مين لا لا والزعيقه بتاعته لا شوف سمعت او لما قال وساعات ما بيقولش يا جماعه كلام يضحك ساعات بيبقى الكلام طبيعي جدا اللي هو هاي بيسو هاي ايه ده مين دي كلام عادي جدا تساؤلات عاديه جدا ايه ده مين دي لا دي زمايل يا فندم زمايل ده حسن حسني لما طلع ضيف شرف دي حاجه عمري ما شفتها في حياتي او تقريبا ممكن تكون بقى مرات قليله في سمير وشهير وبهير اللي هو لما اللي اتكسر ممكن يصلح ما قلتليش ليه قبل ما اسيب لا لا يعني ما انا يعني عايز اقول ان لا انا كحد يعني دي الافلام اللي شفتها بقى هو ما فيش حد من الناس دي باشا هو كل دول هو كل دول بشكل مين احمد سعد محمد سعد محمد هنيدي احمد حلمي الناس دي اللي قعدتنا قدام التلفزيون يعني الناس دي اللي خلتنا بالظبط يعني الناس دي بالظبط بس احمد حلمي بقى عشان نقول برضه نتكلم على احمد حلمي شويه هو احنا هنتكلم على احمد حلمي شويه لا مش شويه طب كتير لا يعني هو قصدي هو ده دوره في المناقشه دلوقتي احنا هنتكلم عليه شويه وبعدين لا اكتر ممثل عشان كان هنا كتير بس اكتر ممثل كوميدي عنده ادوات معظمها يعني مش معظمها يعني اكتر نسبه ادوات بتضحك يعني فاهم قصدي يعني ممكن يكون ممثل عنده ادوات معينه نصها بيضحك 70% منها بيضحك احمد حلمي الادوات بتاعته 90% منها بيضحك عظيم وبعدين هو بيعرف يعمل موضوع ان هو لما بيبقى متسوح او في حاجه اكبر منه او في كذا نسبه اللي هو الحاجات اللي هي بتاعت هو انا في سنترال الحاجات بقى اللي هي دي لفات الاستفهام اللي انت بتقول عليها مش كبيره وفي حاجات بتطلع فاهم لا يعني انت حتى في الافلام اللي ممكن تكون وحشه زي ميدو مشاكل مثلا انا شايف ان ميدو مشاكل ده ما كفيلم على بعضه بيضحكني كفيلم على بعضه يعني بمعرفه اللي احنا عارفينه دلوقتي يعني اللي كان ينتظرنا في المستقبل من احمد حلمي ميدو مشاكل كويس مصر عرفت مقاس النيل يعني بقول لك في تحيز لافيهات واضحه هيبقى وبعدين كل حته بيروحها احمد حلمي ويقف قدام حد هتلاقي الضحك من الطرفين
مع ده وجوده مع 20 طبعا، بس يعني هو كل ما يقف هنا مع حسن حسني يضحك. ما كناش ضحكنا يمكن ما كانش حد خد باله، بس مثلا يعني نشوى مصطفى هيضحك معايا فشخ، علاء مرسي الضيف هيضحك معايا فشخ. أيوة. سليمان عيد موضوع السلم، هات لي السلم لا نص ساعه دي كانت على فكره. انت دلوقتي واحد انت دلوقتي شايفها حلوه، انت شايفها دي عاديه دلوقتي، هي ساعتها كانت جديده فشخ. ايه هي دي اللي هي بتاعت يا سيدي خلص حاضر مش عارف ايه بسرعه الوقت، احنا بقينا دول العالم تراب بسبب الوقت انت مش عارف. أيوة. في الاخر نص ساعه واجيبه لك، دي كانت جديده فشخ. ايوه طبعا ايوه طبعا انت دلوقتي اعتدتها عشان قلتها كتير في لسانك فاهم. ايوه نص ساعه واجيبه لك دي عظيمه. انا بس صعبون علي ان حسن حسني يا جماعه. انا هو خد بالك بالنسبه لحلمي الالفيه الجديده شهدت ذا رايز اند فول اوف احمد حلمي اول ذا واي من اول النظر، اول مره نشوفه في السينما تقريبا. كان عمل حاجات قبل كده بس دي اول مره نبتدي نبرسيفه ككوميديان مؤهل ان هو ياخد خطوتين ثلاثه لقدام ويشيل فيلم لوحده. رحله حب السايد كيك عمل نفس اللي عمله ادم ونفس اللي عمله رامز ونفس اللي عمله يمكن يكون الانجح ما بينهم كله. صحيح. متعبان اول مره نشوفه بيمثل جد وبسم الله ما شاء الله واقف على حيله. 55 اسعاف ميدو مشاكل وبعدين سهر الليالي وبعدين صايع بحر. نبتدي بقى الادوار البطوله المنفرده من اول 2004 زكي شان مطب صناعي ظرف طارق جعلتني مجرما كده رضا اوف اسف على الازعاج عسل اسود بلبل حيران وبعدين نبتدي لو تسمحوا لي بقى دفول. لا لا بعد ما حيران في اتفق مع سيادتك في 55 اسعاف اللي عملتها دي يا راجل. لا هي 55 اسعاف كده حلوه يعني. لا 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 55 انا كنت بشوف زمان برضو كتير مش مش لا 55 اسعاف فيلم كله مه كده مش ما انا قصدت كده فيلم جميل جميل يا راجل غريب غريب محمد سعد معش خالص يا ايوه بس لا ده من الايقونات بالنسبه لي يعني. انا 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 هقول التصريح ده عندك بقى وايه هتضرب بالنار اللي هو انا الافلام اللي اتعملت بحب يعني لا تحاول اصلاح ما لم يفسد يعني. هو انت دلوقتي ما تعمليش جزء تاني من صعيدي في الجامعه الامريكيه ارجوك ارجوك ما تبوظليش الحاجه اللي كانت شغاله وكانت حلوه. انا ضد الحاجات القديمه نستحدث منها حتى لو كانت هيعملها بنفس كل حاجه لا خلاص سيبونا هنا سيبونا الحاجات الحلوه زي ما هي. ولكن 55 اسعاف لما اتقال ان هيتعمل 66 مطافي انا من ساعه ما شفت التتر النهايه الى اللقاء في 66 مطافي انا لغايه النهارده لغايه اللحظه دي مستني مستني الاثنين غالبا هتفضل مستني للابد اعتقد. انا عارف بس اللي هو عارف امل المحبين ده برضو انا لا بس دي غريبه شويه. انا بالنسبه لي حسن حسني فيلم جميل فيلم جميل حسن حسني بالنسبه لي يعني كنت عايز اللي هو ما نتكلمش عليه كلمتين ونمشيه يعني. هو ايوه طب هو ما ينفعش طب انت كنت هتقول الفول وانا قطعتك انا اسف. مفيش وصلنا لمرحله الفول بعد كده مش عايز اقول اسامي الافلام بقى كل الناس عارفه اللي حصل على واحد تاني بقى وعلى بقى حاجات كتير مش بالمناسبه فيلم اسمه ايه كان ممكن عنده فرصه انه يكون حلو والله. هو ايه اللي هو كان اسمه ايه اللي هو كان عايشه هو على جثتي كان وعلى جثتي ده يعتبر يشارك البطوله مع حسن حسني مش مجرد دور مساعد. ايوه بالظبط بس يعني هو ما فيهوش يعني هو بصراحه لا اتذكر في غير في واحد اللي هو بتاع لو سمحت هات لي عصير برتقال. لا ايه ده المدام طلبت بيره استرجل ده المدام طلبت بيره ده ايوه انا ده بيقتلني كان اول مره سمعتي اول مره سمعتي كان قتلني بس لا يعني وهي هم متظبطه صح عشان خالد ابو النجا شويه الولد اللي هو فاهم اللي هو ده اللي عامل بالشوك والسكينه في كل ادواره ده هي متظبطه على كده اللي هو استرجل ده خالد ابو النجا صدق بقى خالد ابو النجا طبعا نجح الفيلم عظيم ازاي لا بس مع ذلك فوت قرار صعب قوي قوي أفوت. قوي لا اسمه ايه احمد حلمي ترى ولا احمد حلمي احمد حلمي طبعا للاسف ما انت خلي بالك ما هو احنا عاملين قايمه انفلونس احنا يعني بالظبط لازم هتدوس على قلبك في وقت من الاوقات زي استاذ مصطفى كان احنا لسه متصور قلبك موقفه ايه من الماتش ده بقى مستر قلبك يا حول الله مين احمد امين انا على فكره انا حاسس يعني أنا احمد ادم انا لو انا بتفرج على الحلقه دي مش مشارك فيها كنت هقول ان دي معموله عشان تضايقني الحلقه دي لان كل الماتشات انا مش عارف ضايق والله العظيم بجد والله يعني احمد امين انا ما احمد امين نفسي الاقي ورقه تثبت انه خالي مثلا او تثبت انه ابويا او خالي او اخويا نفسي الاقي ورقه كده فاهم قصدي طيب هحاول اسهل لك الموضوع شويه بسؤالين ورا بعض كده يقلينوا الدنيا بشكل احسن يا ريت مين فيهم افضل في اخر خمس سنين احمد امين بلا منافس وبلا منافس ولكننا ما بنقولش في افضل اخر خمس بالظبط
بص يا كابتن حلو صح. انا ممكن اقعد اقول الناس ممكن أمين. تنسى زي ما احنا شخصيا كنا على وشك ان احنا ننسى ان الحقبه اللي بنتكلم عليها دي بتاعت القرموطي. يعني للاسف للاسف بدر كان عنده تعقيب رائع على الموضوع ده، قوله انت بقى عشان ما نلبسه. بس انا يعني عايز اقول حاجه في الماتش بتاع اشرف عبد الباقي وبيومي فؤاد. انا ملت لاشرف عبد الباقي لما افتكرت له شويه حاجات، اكتشفت ان بعد ما الحرب خلصت وقلت رايي اكتشفت انها فيما قبل. بس هو انا على المستوى الشخصي حتى من يعني انا في العادي مش بضحك قوي في على المستوى الشخصي مع الممثلين، لكن اشرف عبد الباقي بيضحك يا جماعه. اه طبعا طبعا انسانيا بقى لما تقعد معاك. بس هقول لك حاجه، اشرف عبد الباقي هو اللي يتقال عليه بولارايزنج، لان انت لو بص اشرف عبد الباقي بيشتغل في موجات، في عارف انت في الاف ام هو في موجه معينه بيشتغل عليها ممكن يكون عرضها قد كده. لو ما جتش على الموجه بالزبط. انت مش هتفهم الناس بتضحك على ايه من اساسه. ده دمه تقيل، ده كل اللي انت عاوزه في الدنيا. في ناس تانية من دول لا موجتهم اوسع، وفي ناس تانية عماله تتحرك جوه الموجه دي، يعني يلمس عليك بافيه وبعدين ده يسيبك بتضحك، يروح على غيرك يضحكه، يروح على غيرك يضحكه، يروح على غيرك يضحكه. في ناس كتير منهم ساعتها متقبل انه تمام، يعني انت بتعمل يا عم ده مش ليا. بس اشرف عبد الباقي الويف لينث بتاعه فعلا قد كده، مش اوسع من كده خالص. احمد امين طبعا انا ممكن اقعد اقول فيه شعر، وشعر بجد بقى مش ممكن اقول فيه شعر. احمد ادم اللي يخليني بس هفضل ماسك فيه للوهله الاخيره، القرموطي يا كابتن. الله ينور. اعظم شخصيه في تاريخ التلفزيون والكاميرات والسينما المصريه اتعملت حتى الان. مش لاقي يعني، قلنا محمد سعد عمل كاركترز كتير فشخ، القرموطة يا جماعه كومبليكيتد بشكل مقفوله بالمسطره، شخصيه حقيقيه، هو جايب شخصيه حقيقيه بجد، مش مقفوله بقى للاسف لدرجه تثبت للفرنت كلها بقى ثبت والباب مفتوح والدنيا صعبه يعني. لا لما انا بتكلم في القرموطي كما عهدناه بيتمرمط، اكيد ما اتقالتش كده في الدرافت يعني. بس يعني احمد ادم عامل حاجة تشفع له الكثير والكثير والكثير. ومش بس كده، ما عنده برضو افلام تانية مش وحشة. صباحو كدب، صباحو كدب ده فيلم كويس قوي. صباحو كدب عظيم. فيلم هندي ده فيلم كويس قوي. بس انا مش عارف فيلم هندي 2000 ولا بره. بعد ال2000 بعد ال2000 فيلم هندي. بس فيلم هندي هو واحمد من هما الاثنين، وهو كان طبعا الحلاق وعبد القادر. يا لهوي، لا ده كاركتر جميل، كاركتر جميل اللي الدنيا طحناه والشغل طحنه والدنيا واخداه، ولكن مش عايز يسيب حلمه، ومش عنده الحتة الوهم. هو مش هو ما بيغنيش راي ولا نيله ولا صوته حلو ولا 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 عنده اقل تكنيكس الراي، ولكن هو انا عايز اعمل كده. انت عارف ان فيلم ده كله على بعضه الناس دي اتأثرت كتير وقالت الضحك كتير خالص. اكتر حاجه بتضحكني فيهم هو الفيلم بتاع عادل انصاري. طبعا ماما ده ايه يا ماما؟ شقه سيراميك، ارض سيراميك، كله سيراميك في سيراميك عشان نزحلق مع بعض. عامل دور الراجل الفلاتي المتحرش اللي بيخش يهزر وعايز يبلف الستات بالكلام، وهو ولا امكانيه لده خالص يعني، ولا حول له ولا قوه. لا احمد امين، لا احنا يعني انا عايز اقول حاجه، ما اعرفش بقى هي دي المستقبل لاحمد امين. غير انه المستقبل، عايز اقول كمان انه احمد امين مش ممثل كوميدي، احمد امين كوميديان بقى اصلا. طبعا يعني احمد امين خد منه حاجات كتير، كاتب ستاند اب كوميديان، كاتب كوميدي ستاند اب كوميديان، عقليه كوميدي ساخر، كوميدي كرييتر. يعني امين اكتر واحد في الناس ديت كلها مؤهل لانه يبقى شو رانر لحاجه كوميدي تقعد سنين. اكيد. وعنده حاجات كمان بقى مالهاش علاقه بالكوميديا قوي، بس لها علاقه بالشو، بقصص الاستعراض، الاغاني اللي عامله مش عارف ازاي في البلاتو، الحاجات دي. وامين رغم ان هو لسه ما استعرضش ده قوي، بس هو يتحط على اي حاجه يليق عليها يعني. ده حقيقي. حتى انا كنت مره بعد ما وراء الطبيعه، الراجل بيشتغل جد كمان يعني. كنت اتكلمت معاه، كنت عملت انترفيو، قلت حاجه حسيت ان هو ما عجبتوش قوي، او يمكن يكون ما وصلتلوش قوي. كنت بقول انت لما بتيجي تعمل فورس، او قعدت فتره بتعمل فورس، اللي هي الكوميدي اللي ما فيش وراها اي حاجه في الدنيا. ساعتها كان بيعمل السيتويشنز اللي هي اجتماعيه قوي بتاعت البرنامج بتاعه بالزبط. وفي نفس الموضوع راح داخل عمل الوصيه مع اكرم حسني، ودي كانت فرص فرص دي، لا وراها رساله ولا وراها بطيخه، مش زي صفاره. الصفاره في الاخر للاسف راح مبروزها بالكلمتين جامدين والكلام ده كله. بس لا، انت لو عايز نضحك ونرمي كل حاجه ونقعد نهس وبس، مفيش مانع. بس كده. وفي قيمه شوت اوت لايمن وطار طبعا، طبعا الوصيه يعني حقيقي طبعا. عظيم. لا
لا يعني عايزين برضو هي مش محيرة لي انا مخلصها خلينا واضحين في ان مين الشخصية المحببة اكتر بصرف النظر احنا بنحب مين اكتر اللي تخلص اكتر اللي طلعت المشاهد اسباب لانه يحبها اكتر احمد امين بالنسبة في الوقت الحالي أحمد بينما أمين. لو ما نيجي نحكم بقى بالمفردات فعلا ما انا مرضتش اني عايز امسك احمد امين كده اقول له الحاجة الوحيدة اللي كنت بوظتها انت اللي بوظتها كان زمانك دلوقتي بتلعب معايا احمد امين ماشي بس احمد امين طبعا انت هتختار احمد امين طبعا واو طبعا انا هختار احمد ادم لا لا احمد امين طبعا يا جماعه احنا بنتكلم على تاريخ سينمائي عامل ازاي احمد ماليش دعوه احمد امين عنده كام فيلم عنده ولا فيلم لحقيقة. من بطولته عنده بعض الادوار وبعض الظهور الشرفي لحقيقة. عنده مسلسلات كام مسلسل ثلاثه منهم دور جد واربعه بالما وراء الطبيعه واسف لو كنت نسيت حاجه لكن احمد ادم ده ترسانه يا جماعه ايوه ماشي بس يعني القرموطي ده لوحده ده انا اسف والناس انا مش محتاجه اوضح قد ايه انا بحب احمد امين ده موضوع مجروح مهما حاولت اقعد امثل والكلام ده كله يعني القرموطي بس لو دخل قصاد احمد امين هيكسبه ما هو ده ما هو ده ما هو ده وجود احمد ادم بباقي الحاجات اللي عملها يبوظ المنافسه يعني انا لا في اول حلقه قلت لك ايه ما تحبوش مش يبوظ المنافسه طب اول حلقه قلت لك اول واحنا بنجهز قلت لك ايه قلت لك ما تكتبش احمد ادم اكتب القرموطي كان هيكسب احمد القرموطي هو كان ده ممكن اللي انا كنت اللي كان نفسي يقوله وهو هرب منه ايوه انزلوا انزلوا يعني انزل بيه انزل بالقرموطي قدام هيكسب معظم لا يا جماعه القرموطي هو الفيلم على مايند بلوينج لا هو بالنسبه لي ما عادش هنتبهدل لو شفت المسلسلات دي الراجل بص 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 انا بتكلم على القرموطي بتاع سر الارض سر الارض انا اوعى عليه من اول سر الارض انا اوعى عليه انا اول سكتش ليه ايفر كان قصاد محمد عوض كان عامل دور جثه انا شفت اول يعني انا اعتقد ان دي لحظه تاريخيه انا لو عندي عليها حاجه ممكن اطبعها وامضي الناس عليها وابيعها على اي باي بفلوس انا شفت اول ظهور للقرموطي في التلفزيون لايف سر الارض والناس مش فاهمه ده ايه سر الارض يس تفتكر معايا المسلسل اللي عمله بعد سر الارض على طول مع القرموطي بتاع المخابرات الكلام ده يس ما عادش هنتكلم القرموطي في مهمه سريه معلش احنا بنتكلم جبار لو فاكر صح اول لما تعرف رمضان وكان الجو من كل المسلسلات اللي حواليه جماعه يا جماعه بس معلش احنا طب قول القرموطي الراجل الهجاص اللي عايز اللي ما عندوش ولا اي امكانيه ان هو يبقى شخص ذو مساهمه في المجتمع اللي بيفتعل وبيدعي اي حاجه عشان يبقى بيفهم في كل حاجه عايز يعمل كل حاجه لوست عبد البلف تحس ان هو عبد البلف ديريفاتيف منه انا ايه والله مش ده هو على فكره ممكن يكون ده حاجه تاثر بيها ايه بس فلا لا 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 القرموطي ده مفيش كاركتر هتيجي تاني في مصر سينما تلفزيون اي حاجه زي القرموطي بصراحه يعني احمد ادم تاريخه طويل قوي 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 فمفهوم ان هو يكون في ابس اند داونز وعلى فكره مفيش حد هنا تاريخه طويل غير لما شاهد الابس اند داونز بتاعته بما فيهم اضخم واعملق اسم فينا اللي هو عادل اكيد فاحمد امين ممكن يكون محصن شويه من ده لان هو حاليا مش في الاب بتاعه ده في الرايز بتاعه ده بيتيك اوف فلما تقارن بحته التاني عمل وحش وعمل وحش عشان تاريخه طويل قوي ما خلي بالك برضو ودي تحسب لاحمد امين لان احمد امين محدش يقنعني ان ما تعرضش عليه اكم من الاعمال الكام سنه الاخيره بس هو بينتقي اكيد طبعا دي تحسب له بقى طبعا. يعني مش عايز اعمل حاجه خلاص بس انا ممكن يكون مش عايز يستلم عشان هو ما رضيش يعني انا عاوز سيما بصراحه بقى ماليش دعوه ايه الاسباب صح يعني انا عارف انا ممكن اكلم احمد امين واعرف ايه الاسباب بس انا مش عايز كده ومش ماليش دعوه بالكلام ده ايوه انا عاوز سينما عاوز انت دلوقتي بقى عندك الانفلونس والتاثير الكافي انك تخش تخترق وتطلع مشروع وتسلك بيه وتعمله انا شايف كده يعني فلازم انا في رايي لازم يسخر كل موارده في انه يحط نفسه في الفرونت دوت ولغايه لما يعمل ده لو تحطه قصاد احمد ادم انا اسف انا عايز اكسب احمد ادم ومع ذلك انا مجرد فوت انتوا الاثنين احمد امين اكيد انا ممكن افكر فيها تاني الصراحه مش فكروا احمد لان لا يعني انا قلت مش عايز نحط موضوع شخصيا ان بالنسبه لي الموضوع مش مجرد كوميديان بالنسبه لي رول موديل حتى كانسان يعني احمد امين بس فعلا لما تيجي تحط الحته بتاعت يعني لما تيجي تحط الحته بتاعت انه طيب ماشي احتراما وتقديرا يعني انا صعب قوي عليا والله صعب قوي والله خالص يعني انا الصراحه بس هعمل ايه طيب اعمل ايه بس لا خلاص انا ممكن للاسف اتنازل الى الان يعني زي ما الناحيه دي كده كانت مش محسومه بس
هنعدي عشان السلام عليكم معلش يعني ما يصحش غير كده. فممكن نقول احمد احمد لاحظ انه كلها كامل حبي واحترامي طبعا يعني دي حاجه ده شيء احنا عارفينه ومتفقين عليه زي ما الناحيه دي كده فاهم. ولعلمك احنا هنسمع كلمتين على الاختيار طبعا ده. واغلب الحاجات اللي هتجي لنا عشان تقول لنا ازاي نكسب امين ازاي نكسب ادم على على امين ملهاش اي علاقه باللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي بالظبط دي حقيقة. يعني هيتكلموا على حاجات كتير لو كنا بنقيم بناء على ده مين فيهم بنحبه اكتر مين فيهم مواقفه افضل مين فيهم ماشي ما انت بتسالني بضميري ما بالظبط ما انت لما قلت لي بنتكلم على حاجه تانية دلوقتي ما احنا ما بنتكلمش على مش اكيد يلا اللي حصل شيكو احمد مكي هو دي برضو ما والله العظيم انا لو بتفرج على الحلقه دي تاني لو بتفرج على الحلقه دي قالوا انت بتضايقني بس يعني لا بس انا دي صعبه دي وين لسه احنا لسه في 16 انا اراها لسه خلي دي بس عشان دي كانت كره ضغط او حاجه شوف بس ما كسرش مفيش غيره هم 16 بالعدد لا مع احترامنا الكامل يعني مين شامل اكتر اصلا انا لما قلت لك على الحته بتاعت هشام ماجد صدق انا ما اعرفش اجابه السؤال ده لا شامل هامل كعقليه وككتابه وك ماشي كانا اللي شايل المشروع فهمت تتكلم على مين انا لو في اي حته انا لو في اي حته اتزنقت في حاجه عربيتي عطلت هكلم احمد مكي والله يا جماعه بيعرف يعمل كل حاجه يعني لا لا لا, لا, لا. انا لما قلت لك هنا في هشام ماجد انه على الاقل لازم تدي شويه تقدير لان الراجل ايده في الموضوع مش اللي هو بيتعرض عليه فهي حلو اعرف اطلع منه ضحك ازاي لا بس الراجل ده طبعا بس الراجل ده شيكو انا خلاص انا قلت ده في تقديري الشخصي مش مجرد كوميديان رائع او ممثل جبار ده مش ممكن من الاقل القليلين هكرر كلامي بس ايا كان يعني اللي بيعمل النقطه وانعكاسها لوحده وادواره وادواره برده كل شويه نرجع للنقطه دي ادواره في الافلام الفيل الثلاثه هو مين ينفع يعمل تيسير فهمي ده مستحيل هو مين ينفع يعمل البومه ده برده مش فيهم هم الثلاثه عموما مين يعرف يعمل تيسير فهمي تصير ايه يا تصير باشا مش عارف كده ولا اسمه تيسير لا لا واسمه ايه هتقول ايه وائل شفرة اصلا بدير شريف الابراشي اللي هو الراجل الواد بتاع الكليه اللي عامل نفسه بتاع الطلبه عامل نفسه مناضل وبتاع ده فشيخ جماعه الكاركتر يعني. بتاعه البنت اللي هو شيماء اللي عاملها في اسود لحظه بس يا جماعه لحظه كل واحده فيهم قالت اللي هي عايزاه بعد وهي بتقول لدكتور التجميل انا عايزه كذا انا عايزه كذا انا عايزه كذا مش عارف ايه شويه يعني بنسبه 90% كانت ملتزمه بالكاركتر بتاعتها بس شيماء والله العظيم فكره اللي هو هدي بقى نقطعها خالص بص انا عايز حاجه على ذوقك دي تعكس اللي هو مش هتعمل اوسخ من اللي كان موجود والله العظيم جميل لا جميل لا 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 في شويه حاجات يا جماعه هو تحس ان في بنت بتطلع منه فعلا في وسط ايوه اصلا ده هو غالبا اكتر واحد فيه بتقن موضوع ان هو بنت ده موضوع اصلا عشان كده بقول لك هو الممثل الافضل يا جماعه مش عايز اقول حاجه عنصريه شويه بس اللي هو في كسوف لما كان بيتكسف كاتيجوري معين كده من بنات هو عمله في منتهى لما كان ايمس قوي ان انا ابقى بنت يعني ايوه ولما كان راكب العربيه مع يسرى اللوزي لما كان راكب العربيه مع يسرى اللوزي الحاجات دي حركه الحركات بنات كلها 100% 100% مستحيل يكون عملها من نفسه انا قعدت ده اكيد قعد مع حد يا اما لو عنده الانسايتس دي يبقى ايوه ايوه طبعا مش طبيعي سيب البنت تحبك حب البنت تسيب تعرف انا فهمت الموضوع ده وانا عندي مثلا 17 سنه فعلا يعني ما ده انا كنت نازل بالدرافت الاصلي اصلا اول ما سمعتها سمعت النسخه الاصليه ايوه طبعا انت عارف ان انا في حاجات كتير قوي عدى عليا في الافلام كده في الحياه ما كنتش اعرفها يعني فضلت قاعد كتير قوي في مطب صناعي ده لغايه ما بقى عندي 17 18 سنه انا ايه بس راجل قوي طب خلاص ماشي. يعني اصلا كنت لقيت بيقول له كده يعني عشان اسمه ميمي بس مش حاجه تانية اوكي بس فالمهم لا يعني احنا بنقول الكلام ده كله لشيكو عشان نصالحه قبل ما نطلعه لا 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 لا, لا خالص ده كلام لازم يتقال يا كابتن ده كلام ايوه بس بنقوله يعني في الاخر مش عشان ولازم يذكر بنمهد لانه هيكسب للاسف احنا بس بنصالحه عشان هنطلعه صح وحاجات يعني كتير قوي من اللي احنا قلناها دي حاجات كتير قوي من اللي احنا قلناها لشيكو دي موجوده في طير انت بس فاهم قصدي اصلا انسايد زي بتاع الشخصيه الخليجي ده وبتاع مشهور لو مشيت بيه في الشارع الناس تشاور عليا ايه ده ايه ايوه فولو مي يا اخي جماعه احنا قلنا في الثلاثي بقى يعني انا وجهه نظري انا عارف ما ينفعش اقول كده بس احمد مكي يكسب الثلاثي مجتمعين لان هو عنده اللي في الثلاثه
نزل الشارع واتمرمط، اشتغل راجل ده اشتغل في سوق الحمام واشتغل في نادي فيديو واشتغل واشتغل وعمل وعمل. جماعه احمد مكي يكسب بالمجهود اللي بيعمله في تغيير هدوم الشخصيات في الكبير. يعني والله العظيم مش يكسب شيكو، يكسب عموما انه بيخش يغير هدومه، وهو بيغير هدومه بيتكلم بامريكان اكسنت، بيتعجرف بعجرفة الامريكانيين الشاب اللي متربي بره ومش عارف ايه، بيتنك بقى وبجبروت الصعيدي العمدة اللي عنده ايجو مش طب. الاتنين عندهم ايجو. انا اقول حاجة، على فكرة انت عارف ان الكبير ده كشخصية كان في حتة فظيعة، ما مش ما كانت يعني، هي دي اللي كانت نقطة تميز قوي، ان الكبير بقى فيه حوار دايما بيحصل في المزاريطة، حوار بقى الامريكان فوتبول مش عارف ايه لما لعبوا اردان ايا كان، وهو رفضه، رفض الحوار ده شكل الموضوع، بس لما بيجي يخش فيه بيبان ان هو زي الحاله اللي هو فيها ابو اردان ده، وداخل يتكلم قدام ولقينا مش عارف بيحب يترسم كده، بيحب الاضواء وبيحب الاضواء كده، بيحب الاضواء مش ايوه ايوه. مين متفق معايا ان فطير انت محب الشخصيه دي الكبير وحبها في المسلسل؟ مع اوكي معموله هو برضو دي عشان برضو عشان اقول حاجه برضو، الاثر بتاع ده انا الناس ما اتكلم في النقطه دي، بس ممكن اتكلم فيها بعدين زي ما قلت الحاجات اللي هي بتاعت انه حاجه خلاص اثرت في الثقافه اتاخدت من فيلم بقى بتقال عموما. انت عندك احمد مكي عمل ده الاف في حاجات كده مصطلحات، كل افلامه كل اعماله يعني قطع النت على النت على على النت عليه شكرا مش عارف ايه في حاجات كده، لان هو في معظم الحاجات واخد الجانب الريليفنت مع كل الناس، يعني واخد الشاب البني ادم اللي رافض التطور الكبير، رافض الهوجه التكنولوجيه بتاعت النت، ورافض مش اي حاجه مستحدثه فاهمني. لا وتطور وتطور اللي هو انا هاخد حاجه زي شخصيه هيثم دبور دي هعمل بيها يعني هتدرج بيه، يعني انت في مسلسل عمل في شو كان نجم عنك، ومايا كساب كانت مكسره الدنيا في ده، كان الناس بتعرف طب تعالى ايه ده بقى اللي انت بتعمله، ونضال الشافعي كان اسطوره في البتاع ده بيضحك فشخ. ايوه تعالى فتعالى اطلع مع عادل امام في مرجان، عادل امام يطلعك معاه، عادل امام يطلعك معاه في مرجان بالظبط، دي معنى كده ويفرش لك ويفرش لك وانت تقول ومأكسسه مش عارف ايه تعرف، هو اللي بيعرفه كمان على العالم ده عامل ازاي. اول جمله ليه تقريبا في الفيلم مش عارف ايه اللي بتاعته عارف ايه احنا زرنا النبي يا عم الحاج يا ابو الحاج ايوه نورت الدنيا يا عم الحاج. لا وبعدين بعد اتش دبور طيب تعالوا بقى عشان اعمل حاجات كتير بقى قوي، انا مش هقعد هنا كده، انا مش هقعد. من المؤسف ان اتش دبور بتاع تامر وشوقيه ملوش ميمز على الانترنت مثلا، ده كان في حاجات كتير فشخ علشان ما كانش واخد مساحته. ده كان واخد مساحته بس الناس نسيته بالظبط، او ركبت عليه اتش دبور بالظبط. تامر شوقيه ده كان فظيع بالنسخ الثانيه بتاعته، تامر شوقيه ده كان فظيع قسم بالله، يعني نجيب سيرته كان رائع. فانا بجو فور احمد مكي بصراحه، احمد مكي طبعا كلنا بنجو مكي مع كامل حبنا وتقديرنا واحترامنا ليك طبعا. هل تعلم انه انا عايز اقول ان القلائل اللي كسبوا الماتش يعني بالاجماع مش عارف، لا ده مش قلائل، عادل امام عادل امام إيه؟ وهنيدي انا بقول من القلائل انا مش الوحيد، عادل امام وهنيدي وسعد وهو كسبوا بالاجماع ممكن بس عايز اقول كمان. عايز اقول ان فعلا احنا الى الان ما يعني مش عايز بس مفيش حد طلعناه واحنا مش زعلانين عليه. ايوه لسه كنت اقول كده مفيش حد، لا ومفيش حد جاملناه في الكلام اللي احنا قلناه الى الان. لا يعني تمام. الكلام مهم اكتر من دي لعبه في الاخر يعني. طيب الماتش اللي جاي ده صراحه ماتش خدع شويتين. مين ليه؟ لان هو ماتش ممكن نقعد نتكلم فيه كتير قوي 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 قوي، بس ايا كانت نتيجته غالبا ميكي هو اللي هيوصل نص النهائي. انا بتكلم بصراحه ده مين ومين؟ دول هاني رمزي واحمد عيد. هي للاسف الشديد ده اللي هو ايه بلجيكا وهولندا وكده كده هيلعبوا الارجنتين، والارجنتين هي اللي هتكسب هيلعبوا البرازيل كمان. ايوه ايوه ماشي. للامانه واحقاقا للحق يعني انا حاسس ان هيبقى في اتجاه لاحمد عيد عموما وانا موافق عليه، بس هاني رمزي بتاع مطلع الالفيه كان فوق. ايوه طبعا انت بتتكلم بتاع الافلام كلها على بعض حلوه مش هو بس. انا ما بحبش سعيد رايح جاي ده خالص، انا بحبه خالص. هو ما كانش هو كان سعيد رايح جاي، سعيد رايح جاي ده كان فيه هو بس اللي هو كان اسمه سعيد رايح جاي. ايوه انا فاكره بس عشان اللي هو اكلت السجق واكل القطر في السجق. لا لا انا دخلته في السينما في اسكندريه ونمت. لا لا انا ما عنديش فيه خالص، بس جواز بقرار جمهوري عايز حقي. محامي خلع يا نهار اسود، محامي خلع ده انا اتعيرت بيه. وعلى فكره عايز حقي ده في رايي الشخصي من الافلام اللي مش واخده حقها خالص. مين عايز حقي؟ عايز حقي عظيم، عايز حقي ده جميل يا جماعه جدا، عظيم جدا عظيم. فكره اصلا فظيعه، فكره نفسها انه حد هيوصل لهذه بس كان كانت واسمه ايه جواز بقرار جمهوري ده اسطوره يا جماعه، ده جامد قوي 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 يعني. فيلم جميل على كل المستويات حتى على المستوى الجد بالظبط.
احلامهم البسيطه وبتاع. يلا بس كده مفيش اكتر من كده يتقال على هاني رمزي. ده انا يعني انا بديكم مقدمات علشان انت بتتكلم بس في مسلسلات. يلا بلاش نتكلم في مسلسلات عشان الدنيا صعبه شويه. احمد عيد بقى انا خلاص هاني رمزي يعني. انت لو عاوزين تتكلموا في غبي منه فيه والسيد العربي انتوا احرار. انا ما بحبهوش. غبي منه فيه انا بعشقه. لا 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 ما بحبوش خالص مش كله. نهار ابيض ده بقى اللي كنت لسه اقول لك بقى انا بموت فيه. لو لقيته في التلفزيون ولقيت حاجه تانية ممكن اسيب الحاجات التانية لو بحبها شويه يعني. لو لقيته في التلفزيون هو وين عبد الرحمن. انا كان عندي حاجه والله كنت عايز اصيغها مره في تويتر ولا حاجه واشوف راي الناس فيها بتاعه. انت عندك 3 قنوات افلام. جميل. هو ده الواقع بتاعي فعلا في بين سبورتس بالتحديد. هم 3 قنوات افلام وثلاثة ما عندكش بقى. قررت انك عايز تشوف لو لقيت فيهم فيلم حلو هقعد اتفرج عليه. فتروح معدي على القناة الاولانية. لقيت فيلم كويس ولكن كويس لأي درجة؟ لدرجة هو حلو بس تعال نشوف فيه ايه على التانية والتالتة. بالظبط. ولا هو دوت انا هقف اشوف غيره. مش هيديك فرصة تبص على الاثنين اللي بعده. غبي منه فيه عندي انا والله كويس بس اشوف فيه ايه في التانية والتالتة. انا كمان والله. يعني لو بقلب ولقيت في وحرامية في تايلاند مثلا لا هستنى. هتحرف كيجي 2 طبعا. ماشي ما هو ماشي ما هو مع الفرق يعني. انا هفتح. لو من كام يوم بفر فيهم على القناه الاولانيه لقيت جيري ماجواير اتس اوفر. مش عايز اعرف ايه اللي بيشتغل على الثانيه والثالثه. لو لو هاري ماجواير حتى في ايه لو هاري ماجواير هو في شويه حاجات حلوه وفي فرص ان كان في حاجات حلوه بس هو لا. هاني رمزي عندي انا 3 افلام هم جواز بقرار جمهوري محامي خلع عايز حق. في ايه تاني اصلا؟ ده في كتير يا لهوي. في بقى مساخن بعد كده السيد ابو العربي وزازا واسد واربع قطط. استنى بس ركز معايا علشان تتضايق اكتر. اسد واربع قطط نمس بوند يا ربي يا ربي خش بقى على الاسامي الملعوب فيها بقى. ليه كده؟ الاسامي الاسبوف عامل اسبوف في الافلام. الرجل الغامض بسلامته سامي اكسيد الكربون نوم الثلاث اي خدعه ليه عشان اسمه اي خدعه توم بقى توم وجيري. واتصور ان كل الاسباب اللي كانت على وشك انها تخليكم تتجاوزوا احمد ادم بسهوله تنطبق على هاني رمزي. طبعا لا يعني احمد عيد بقى. بالظبط. خلاص حاولنا والله عامل بتاع مش جايبه يعني. احمد عيد لا احمد عيد يا جماعه انا بعتبره الراجل ده كنز لم يكتشف بعد يعني. لا 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 الراجل underrated. انت بتتكلم في حاجات على فكره بالمناسبه من كتر ما الناس تقول عليها ان هي underrated وعايزينها ومش عارف ايه لما بترجع زي ركعة بتاع بقى سلطان كده. لما بترجع ما بتبقاش بالشكل المطلوب من كتر ما الناس اتكلمت عليها انه فين ده بتاع زمان عايزينه ومش عارف ايه وبتاع. راجل كان ممثل ساكن كوميديان كان عامل دور حلو فشخ في اللي هو بتاع كان اسمه عمله نادره عشان هي كان اسمها نادره في الكيت توك. المهم يعني الى اللقاء عشان هي اسمها اللقاء حياه الجوهري علشان هي اسمها مثلا عشان هي اسمها حياه الجوهري وظفها يعني علينا صحيح دي كانت غلط. حياه الجوهري بالعربي قصه حياه محمود الجوهري كان يبقى بالظبط. دلوقتي احمد ايه لا انت بتتكلم انت انا اصلا كنت ناسي اول ما قلنا كنت ناسي افريكانو والتاني اسمه ايه في افريكانو وفي حاجه كمان قبل افلامه هو ال يعني خلينا نتكلم في الدور التاني خلاص بقى عشان دي دوشه يا جماعه في افريكانو مثلا افريكانو وجود احمد عيد في افريكانو هو مخلي الفيلم يتشاف اكتر من مره. كان الفيلم عايش شويه. والفيلم جميل على فكره. الفيلم اصلا مش كوميدي ومش مش انا خلاص نطت احمد حلمي نطت احمد السقا على الغزاله وطبصته لمنى زكي ما تخافيش ما خلاص ما انا شفتها مرتين خلاص. لا لا بس افريكانو كان مبهر فشخ. عندنا اوعى وشك تعالى تعالى ميم هتفضل عايشه للابد عمرها يلا. ما تمشي تعالى ما تموتش يا عودة ما تموتش هاش اشرب مخدرات ليله سقوط بغداد انا مش معاهم رامي الاعتصامي يحسب لاحمد عيد انه التزم بالكوميديا السياسيه لفتره من الفترات. ده حقيقي. بس انا مش معاهم ده مش يعتبر برضه فيه كده لعبه في الكونسبت يعني وبتاع وفيلم ممكن ما تخبروش شويه بس في حاجات حلوه واضرب حلواني في افيهات برضه موجوده لغايه دلوقتي على فكره. انا مش معاهم ده على فكره كان فيلم يعني هو الراجل كان شايل الفيلم يعني كان بيلعب في انتر ميامي وقتها. لا فالراجل كان وزي ما بقول محاولتينه الاخيرتين في البطوله جداً. السينمائيه كويسين وخلاويص يتميز بشكل واضح عن معرفش ايه الياباني ده ياباني اصلي حلو. انا عجبني خلاويص الصراحه ويؤسفني ان الحاجات دي ما خدتش فرصتها واخشى انها تكون
بتكتب كلمه التاكيد عند المنتجين بان احنا ما نرجعش تاني نصدر احمد عيد للبطولات للاسف. يعني ماديا وانتاجيا وكده ماشي ممكن. في حين ان على ما يبدو لسه في شهيه لتصدير احمد رمزي في البطولات. لا انا سمعت عن عمر المحتار. عمر المحتار معرفش ده ممكن يكون اتعرض وانا مش دريان. ممكن يكون اتعرض صحيح من وانا ايوه في فيلم كانت احمد كمال كان عامل ريفيو وهو مش موجود في الكرسي. في كرسي فيلم هاني رمزي اتوجد كده في الحياه. عايز اقول حاجه انا عارف ان انا ممكن اتضرب بالنار بسببها يعني بس تمام اتفضل. ما حدش بيتضرب بالنار هنا غيري. طب الحمد لله حاسس يعني هي ده. انتوا الناس هي اللي بتلبسني في المصايب وبعدين انا اللي بتشتت. لا بس هقول لك على حاجه مثلا محمد سعد في معظم افلامه البطوله المطلقه ليه بيجي في حته في الاخر يعمل حته دراما عايزني اعيط بعد كده كله ما نجحش ولا مره معايا يا بدر وهو بيضرب الشنطه دي حتى لما ده على اسمي ما جابنيش يعني ما عرفش يجيبني وما عرفش يعيطني. احمد عيد بيعملها بمنتهى السلاسه والسهوله. احمد عيد في فيلم ياباني مش اصلي او ياباني اصلي انا طول الفيلم مش بضحك مش بموت بالضحك بس لما حب يعيطني عارف يعيطني جابني على وش هراني عياط لما كانش عارف يجي اكل ولاده وراح بقى الساعه وابنه تاه منه وراح يدور على ابن بيعرف يعملها كويس قوي. يعني انا متهيألي في العالم اللي جوه دماغي في العالم الخيالي ده ان محمد سعد بيغير من احمد عيد في الحته دي في جوه دماغي يعني. اذا فاحنا بندي لاحمد عيد افضليه شويه رغم انه مش موضوعنا يعني احنا ما بنتكلمش على مين الممثل الافضل بالظبط. بس احمد عيد ممثل افضل من هاني رمزي. تمثيل ولكن لو بما اننا بنتكلم وكوميديان فظيع بما اننا بنتكلم عن الالفيه الاخيره احمد عيد انا صوت قوي اصلا من الترند بتاع الناس بتاعت تاخد بالها من حاجات ايه ده؟ يعني ايه اصلا حد بيلبس كويس وبيحط برفان ونازل وتقول النهارده عاشوره اصلا يعني ايه اصلا يعني ايه اصلا يعني اللي طلب المحله وبتاع انا احمد عيد لان زي ما قلت لك في بدايه سواء بقى اتذاعت ولا لا الكوميديا كوميديا سوء الفهم كل مره يعني انا كل مره يعني انا راجل ضيف هنا في مكانك في الاستوديو بتاعك ماليش ان انا اتحكم بس لما كل مره تجيب لي شاي في نفس البتاعه وكل مره تجيب لي نفس وتقول لي نفس الهزاره وانت تديني الشاي الحساب بقى ما خلاص طيب انا هتكلم يا جوله انا اسف انا عندي حاجات اعملها. اول مره عملها كان امتى؟ لا انا افتكرها كتير انا افتكر منها مرات كتير. طيب اقول لك اسهل اقول لك اسهل قول لي كل قول لي فيلم فيه غالبا قول لي فيلم اقول لك غالبا منه فيه قول لي الفيلم وانا اقول لك عملها فيه كل مره هنا ولا بيمسكوا حاجه اظن اول واحده عايز حاجه لا ما دي سعيد رايح جاي اصلا ما غير منه في عملها في سعيد رايح جاي يا نهار ابيض واختك الفجره تعمل كذا ومش ثم انا ماليش اخوات بنات اصلا الراجل كان بيتكلم عن حاجه قول لي اي فيلم هقول لك عملها لا اللي فاكرها كويس واللي ضحكتني لان دي كانت اول مره اشوفها انا شخصيا انا بقول لك سعيد رايح جاي انا شفته في سينما في اسكندريه دخلت نمت لا فعايز حقي لما كان بيقول له اصحابي كلهم رجاله لما رجعت معيطه وافتكر ان الموضوع فيه عملها واسماعيل وعمل الغبي منه فيه طبعا الشقه ايوه في كل يعني ايه طيب يعني انا اسف ان انا بدرت لوحدي من غير اي حاجه ورحت مكسب احمد عيد رغم ان لا انا خلاص يعني انا احمد عيد عشان وبجد موضوع الكوميديا سوء الفهم دي هي بجد اللي حسمت الامر بالنسبه لي بجد. ايه ده احنا في دور الثمانيه واول مباراه ناريه احمد شنو هو بايرن دي محمد عادل امام ومحمد هنيدي يا نهار طين الفينات يا كابتن بنتكلم الفينات رقم كابتن قفل اللي هو رقم كابتن احمد سمير جاب كومبو في الجاي اساسا المصري ده كان اسمه احمد سمير باين لا كان اسمه جمعه احمد جمعه لا اللي قال الكلمه دي احمد سمير تقريبا مش احمد سمير راح مش عارف اسمه ايه يا بقى في المصري الشباب اللي بتلعب في المصري دي ايوه كان في المصري الشباب اللي بتلعب في المصري الشباب اللي بتلعب في المصري ارقام يا كابتن ارقام يا كابتن على فكره ما كانش غلط مع كامل الاحترام لا هو الفيديو ده اللي جننك انه كان بيتكلم لا كامل الاحترام للنادي المصري مع كامل الاحترام بس هو في فئه كده لازم تعدي على النادي المصري والله العظيم انت يا ابني فاضل لك سنتين لازم تروح تلعب سنه في المصري لازم تلعب في اتلتيكو مدريد اللي هو المعادله بتاع اتلتيكو مدريد لما تكون في بره لو انت لعيب ليك في المواضيع بتاع لازم تلعب في اتلتيكو مدريد والله العظيم لازم يا ابني لازم فاضل لك سنتين الحق سنه فيهم على الاقل روح وما تلعبش بس لازم تلبس الفانيلا البيض الفخضر لازم عشان ما تحصلش مشكله عادل امام ومحمد هنيدي ما انا بقول لك الفينات يا كابتن للاسف ايه هتني يعني هتقول الافلام كلها على بعض اصلا عارف لو كان صعيدي في الجامعه الامريكيه الفينات كانت خلصت خلصت خالص كانت خلصت لا
في رأينا قد خلص. لا يا جماعه لا ما انا ما عنديش فيلم السفاره في العماره اقدر يا جماعه عارف تعالى اقول لك بشكل اوضح. انا بس يعني مش عايز اجيب التواريخ بالظبط بس تهيألي كده من 95 لان من 95 وانت طالع لو انا فاكر صح عادل امام دي الفتره بتاعت الواد محروس بتاع الوزير وهلو امريكا وبخيت وعديله والكلام ده بينما محمد هنيدي كان بيعمل همام في امستردام وصلي في الجامعه الامريكيه وانت طالع. عشان كده بقول لك لو تنزل لي تحت 5 سنين تجيب لي سنوات غير جيده لعادل امام. خلي بالك بيقال بشكل عام ان في بدايه الالفينات كان في عادل امام نيسانس زي ما بيقولوا ماكونيسانس يعني انه اعاد اكتشاف نفسه بانه كبر نفسه سنا شويتين وتقبل ده واشتغل بيه. في امير الظلام في صعيدي في في التجربه الدنماركيه في عريس من جهه امنيه في طيور الظلام عدل الصوره شويتين لو كان عملها هنيدي وعمل ايرادات رائعه وكلام زي ده. بس قبلها هو جه من حاجه مش حلوه. هو جه من الايرا بتاعه بخيت وعديله وبتاع دي ايرا مش حلوه لعادل امام وهي الايرا المتميزه لمحمد هنيدي. هنيدي بعد كده ركب الموجه الكويسه وعمل شويه افلام حلوه بس انا بقول لك هم كلهم في تقدير شخصي نص افلام. اصل تحيه عسكر في المعسكر نص فيلم. فول الصين العظيم نص فيلم. مبروك رمضان ابو العالمين على ابو العالمين حموده كل اللي الناس بتفتكره فيه نصه الاولاني. كان نص التاني ده ما حصلش. والواد ابن الوزير ومش عارف ايه وكذا وكذا وبتاع. بينما عادل امام في الوقت ده كان عنده شويه حاجات فانا اللي انا بقوله بس. بس انا شايف يعني انت لو تدلدل لي 5 سنين لتحت تخلص. بس لا هي ما تخلصش. انا بصراحه مش عايز اقيم اسمه ايه ده كفيلم كوميدي يعني اصلا يعني هو فيلم كوميدي بس هو مش عادل امام. عادل امام السفاره في العمارة يتقارن ككوميدي ليه؟ ده مليان هي كوميدي. هي الاهم من لازم يحصل هو موضوع ده يا اصلا ده صاحبي ده اعظم على عيني بس لا هو مليان هي كوميدي. فكره كوميديه اصلا دي ما حدش فكره الفيلم فكره ان واحد راح انا عندي فيلم بقى الواحد راجع لقى جنبه السفاره الاسرائيليه ده ضحك الدنيا. اه طبعا لان خلي بالك هو لو ماشي سياسه انت مش هتجيب سيره الشباب دول. ايوه طبعا يعني لو ماشي سياسه انت مش هتقول ايوه. فانا بس عندي حاجه انا طبعا عارف اختار مين. عادل امام جماعه راجل بيشر كوميديا هي. انا قلت ده في حاجات وهقول تاني ممكن يكون عرف الكوميديا واحنا قاعدين ما يقرب من 30 سنه بنحلل مقام عادل امام بتعريفه. ايوه يا جماعه مرجان احمد مرجان لما رئيس الجامعه انا قلت البتاع ده في حلقتنا عامه يعني بس هقوله تاني والله العظيم اللي ما شافش الحلقه يعني قال دخل قال له رئيس الجامعه لما جاله يشرب الشاي بالياسمين مستر مرجان نايس تو ميت يو قال له ضروري طبعا ضروري طبعا يعني ايه ضروري طبعا انت مش هو يعني لو حللت الجمله دي على فكره انا بحب انا عايز اضحك ده رقم واحد. رقم اتنين انا مش معتني بيك باللي بتقوله لي اصلا ممكن يكون بتقول لي دي حاجه مهمه وانت رئيس الجامعه اللي انا فيها وبتاع استاذ فيك انا دلوقتي هشتريك بفلوسي فيها كل مش مجرد حاجه بتهزر. احنا واحنا بنقول الاسماء عدينا على عماره يعقوبيان على انه فيلم مش كوميدي ما يتحطش في الرصيد اللي احنا بنتكلم فيه. انت دلوقتي فكرتني بمشهده هو وخالد الصاوي قدام الاسانسير لما بيقول له الناس دلوقتي كلها مش مهتم مش عارف ايه بيعلق على الناس ما عادش في ضمير. ايوه ما انا عارف مين ده. ما تاخدنيش بدوكه مين ده. ايوه ما انا عارف مين ده. انت عارف ان حاتم ما تقلقش يا حاتم زي ما هيطلع زي ما هينزل. جميل كان في يا جماعه ضحك جميل شوف الواد ضرب سبرنت الطريقه اللي بيقول بيها كلمه سبرنت انت لو بقول لا كان في في حتى في حسن ومرقص كان شويه ضحك حلوين يعني طبعا ومش عارف ايه. هو حسن ومرقص ده على فكره فيلم اندر ريتد فيلم جامد يا جماعه ده ازاي ده ما يتصنفش كوميدي يعني لا فيش كوميدي اموره جنات يعني ايه امك يا زينات يا عماد امك يا عماد يا زينات زينات امك يا عماد لا 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 اجي معاك انا شيخ زينات بس برضو ما انت بتتكلم ما بص خلينا نقول حاجات بقى عشان طالما دخلنا بقى في وللامانه وانا بقول ان افلام هنيدي في الالفيه الثانيه كلها نص افلام عادل امام راخر افلامه في الالفيه الثانيه كلها نص افلام لا بس انا بحب بس ايه ده بحس السفاره في العماره بالنسبه لي بعد ما قلب التون بتاعته للجد والسياسه وقلبت المجتمع انا اعتبر الفيلم خلص. التجربه الدنماركيه نصه الاولاني زي ما احنا اتفقنا لما نقول سما دخلت الفيلم باظ بس اللي مش كده بقى عريس من جهه امنيه عريس من جهه امنيه برضه نص فيلم لا بعد ما اتجوزوا في التجربه الدنماركيه ليه الموضوع اتقلب لما نيكول سما جت ولما راح لهم البتاع وفيلم يجنن بس يتهيألي ده مشهد نهايه الفيلم وعلى فكره الفيلم بعد كده فيه كتير بس فيلم درامينك بعد كده كان حلو والله ايه علشان عظم تراك موسيقى في التاريخ الانساني اه طبعا يعني. الحزن هو ده عايز حزنه يعني التجربه الدنماركيه ليه بقى وحش لما نيكول سابا جت عشان الافيهات كلها بقت في حته واحده
اللي هو الفرق بين بقى الست المصريه فرق بقى بين العيشه المصريه. لكن قبل كده خد ضحك من حادثه، خد ضحك من ده، خد ضحك من بطوله واحد اصلا ده وزير الشباب بيضربه بالبنيه اللي عنده بطوله العالم. انا الوزير يا ولاد الكلب مثلا. انا ما يعني عايز لما ابقى وزير ما يضربوش 14 15 ايه يا فراخ فاهم. ده ضحك الدنيا يعني. ومن المنطقي والعادل جدا احنا نقول ان عادل امام هو الممثل الافضل، ولكن بلا تقليل من قدرات محمد هنيدي التمثيلية والتي برزت بشكل رائع جدا في تقديري الشخصي في مبروك رمضان ابو العالمين حمود. جدا الكاركتر اللي رسمه بتفاصيله بعيدا عن الضحك حتى جانب الضحك. أنا وموضوع الكباريه ده وكذا. موضوع لما عمل بيبي على روحه دوت. يا لهوي انا حسيت ان انا حتة جوايا اتقلت يعني. ايوه انا حسيت ان انا قليل في حياتي. هنيدي ممثل مش هين برضه. مش هين. انا اقول نفوت جو محمد هنيدي بعد كل بقى اللي انت عملت قوله ده. اي فوت عادل امام البس. اي قول اي فوت عادل امام اقتناع والله برضو مش تلبيس. انا فاهم ما جبت ما هو يعني للاسف ما هو للاسف بقى ما هو للاسف هنيدي بره وجوه. محمد هنيدي بره وجوه بيضحك بره الكاميرا وجوه الكاميرا يعني. بس سيبك من ده تتكلم يعني في البتاع. لا ماشي بس انا اخترت سي افلام مش يعني. لو بقلب دلوقتي لقيت عبد الحليم الدقي لقيت حاجه ثانيه برضه بحبها اكتر مش هسيب عبد الحليم الدقي. ما انا ممكن اقول لك نفس الكلام على كل الناس. عبد الحليم الدقي انا ممكن اقول لك الكلام ده على جيري ماجواير بقى انا. بص هو في مثلث مثلث البولاريزيشن بتاع الكوميديا التافهه بتاعت محمد هنيدي اللي احنا كلنا متقبلين. اعمل كوميديا تافهه وايه يعني طالما هتضحك. المثلث في هذا الموضوع في تقديري الشخصي هو وش اجرام عبد الحليم الدقي امير البحار. بالظبط. عادة تلاقي واحد حابب واحد وكاره اثنين. ايوه. انا بحب امير البحار وما بحبش الاثنين التانيين. دي غريبة قوي. لا انا بحب واحد فيهم بس بحب هو عبد الحليم الدقي ممكن اكتر شوية. في شوية حاجات. لا انا عبد الحليم الدقي. والله دمي خفيف. ماشي ما عبد الحليم الدقي ما من ساعة في حتة معينة كده انت بتفرس مين ان انا بقى للقضية ما او لا ماشي خلاص تمام بس بقى خلاص بقى انت جاي مش عارف هي كانت دي تيمة محمد هنيدي في بعض يعني. مين يعرف او مين ياخد باله ان مسرحيه عفروتو كميه الضحك دي الوطن العربي كانت بقى العفريت ده هو يعني ان يور فيس قوي يعني. ايوه ما انا عارف انا فاهم وفوق بس وفوق ايه اللي فوق ايه اللي فوق ولا جاي انت تعمل الحلم العربي. طيب بس انا هنيدي الصراحه انا لسه متمسك بعد ودي ميول شخصيه يعني ما هو الراجل صراحة يعني عادل امام للاسف هنعمل ايه طيب. اصل خلي بالك برضو هي منطقيه ما تخلصش بسهوله عشان قدامه هنيدي صح يعني. هو خدها المره اللي فاتت بمنتهى التزكيه علشان عارف ايه اللي يزعلك في حاجه بالطريقه دي. سهل قوي على هنيدي انه كان يعمل افلام مقبوله على مدار 15 سنه ويتحط في المقارنه دي ويكسب. انا بالنسبه لي تيتا رهيبه ده على فكره انت قلت ان هو من راح بحبه. بحبه لو كنت كملت كده شويه على الاقل. ماشي اهو الله ينور عليه. أيوه. حتى عارف المثلث البولارايزنج اللي بقول لك كمل عليه. ايوه تكسب. ما تنزلش. زي ما انا قاعد دلوقتي بقول فيلم من الثلاثه لو حطيت كمان خمس ثلاثات من دول في اللي بعد كده يعني يقطع خمس افلام يكسبوه فعلا يعني لو كان بس انت بعد كده عملت حاجات من اعجب ما يمكن. انت عارف انا عايز احط الميم بتاع اللي هو انت عارف ايه اللي زعل واحط نبيل اخصائي تجميل بقى يعني. لا انت فعلا لو كان في سعيد في الجامعه الامريكيه وهمام كان خلاص خلصت فعلا لرجل. خلصت فعلا يعني. بيومي فؤاد ومحمد سعد سهله. طبعا سهله قوي. سهله قوي الصراحه كامل الاحترام والتقدير بالرغم ان برضه هنا في تشابه في الاثنين في ان في عك كتير يعني سيما قلنا بقى ما فيش بس الثلاجاته يلا الحلو هنا بالون دور صح محمد سعد معاه بالون دور 5 6 سنين ورا. ايوه صح حقيقي. حلمي وادم خلصنا. خلصنا. مفيش كلام زي ما كنا بنقول اللي رجح كفه احمد ادم قصاد احمد امين هو رصيد السينمائي. ده انا اخترت احمد امين على احمد ادم مش اختار جو ترجيح بسيط احنا مش أيوة. أكيد ترجيح واضح قوي يعني. الرصيد السينمائي هنا يمكن انت حتى يعني وانت بتتكلم في ضحك بقى ضحك على مستوى ستار يعني. ميكي واحمد عيد خلصنا. انا بجريك في دور الثمانية علشان سيمي فاينل محترم. لا انا شايف خلصان. خلصان كامل احترامنا وحبنا لاحمد عيد. سيمي فاينل عادل امام واحمد حلمي يا جماعه ايه ده؟ ميكي ومحمد سعد ايه ده؟ ضرب نار ضرب. انا ممكن امشي ولا ما ينفعش لازم اكمل الحلقه؟ اوه الروس كان عندهم لعبه
ماشي عادل امام محمد. هنا بقى يا فندم نفس النقطه اللي كنت بقولها من شويه، احنا لو كنا دلدلنا شويه مع محمد هنيدي 5 سنين لورا كنا دخلنا امهات الكتب بتاعته فكان يبقى عنده فرصه ترجيح على عادل امام. ايوه ده حقيقي. محمد سعد مش محتاج يدلدل. محمد سعد ذا رايز اند فول اوف الالفيه الجديده كذلك، هو ينطبق عليه اللي ينطبق على احمد حلمي. ده حتى مشاريع الرايز بتاعت احمد حلمي هي مشاريع الرايز بتاعت محمد سعد. بالظبط. الناظر و55 سعد هم. معلش انا عايز ارد عليه بس في حاجه هنا، لما قال عادل امام المشهد بتاع الروس انا شايف ان اللي بيضحك اصلا هنا اشرف عبد الباقي مش عادل امام. ايوه ايوه بالظبط. اسمي عادل انبوبه باشا وشغال في هو انت لما تيجي ترسمها تلاقيه هو عمل كده 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 وبعدين ونزلهم تاني. انا مش شغال هي اوضه على السطوح اوضه على السطوح واسمي في المنطقه ايه انبوبه مش مسميني انبوبه. فماشي يلا بينا نبدا. عادل امام ومحمد سعد لا يا جماعه يعني ما يعني انا يعني انا اسف انا اسف يعني لا لا انت بتتكلم لا لو هتيجي هنا بصراحه في انت كل دوت بتقول ولا حاجه على فكره ليمبي ليمبي ده ايوه ابتدي كده انزل بتقول انا اسف مع رقبه انا اسف ليه قول ليه ليمبي عوكل ماشي يا جماعه الفري ستايل. انا قلت حاجات مش فاهم كتير الفري ستايل اللي في اللي مالي بالك فيرس بتاع حقوق الانسان اعتنوا بيها وعملوا مستر سندوتش حلاوه بالقشطه ده العناية من وجهه نظره يعني بدلهم بيوت في المرتبه الثانيه بعديها على طول سندوتش حلاوه بالقشطه فاهم قصدي؟ لا 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 الاخ المحترم بتاع حموم الانسان مثلا اللي قاعد دي مراته حريم بينا يعني ايه طيب؟ يعني ايه طيب؟ لكن عادل امام انت بعد كده عندك بقى مورجان وعندك زهايمر ما هو لو بس برضه لو مش معاك بالسنين واحنا بقى في الالفيه اللي بعد 2000 بس هنا مفيش حاجه صعبه برضه للاسف اخرها كركر اللي هو ما كانش برضه حاجه يعني كركر للاسف شديد انا ممكن اقول لك كتكوت انا بضحك على حاجات كتير في كركر برضه بصراحه لا عايز اقول مع احترامنا الكامل والشديد يعني هنا هنا ممكن نلعب الكارت بقى اللي هو بتاع معلش اصل الالفينات مش معلش بس بقى الالفينات صح محمد سعد سعد يكسب محمد سعد انا لا استجري محمد سعد يعني انا على كل الاسماء طبقتها وانا لا استجري انا بقول لك يا عم عادل امام كسب يعني خلاص هنعمل ايه كده محمد سعد في الفاينل محمد سعد في الفاينل عشان يقابل الفائز مين بين احمد حلمي واحمد مكي اصعب مباراه النهارده احمد مكي واحمد حلمي لا بالنسبه لي محسومه بجد طب قول مكي قول لا انت انت مجمع معانا رصيد حلمي صح عارف عارف كويس عارف كويس بس برضه خلينا نتكلم انه ما مش رصيد بقى الافلام بتاعت اللي هو بقى هي هنا بقى هتحكم في حاجه انا لو كانوا الثلاثي وصلوا قدام ناس اقدم شويه كنت هكسبهم في حاجه هي نوع الكوميديا نفسها في هزار كان جديد على مسامع البشر والهزار الريليفنت الهزار اللي انت تبقى قاعد ريليتابل ده اللي هو انا قاعد ايه ده عمل ابن الناس وعمل الامريكاني وعمل اللي كده وانت كل حاجه فيه يعني هو جايب كل اللي بيعملها منك كده لما يبقى هو نفسه عايز ينتقد حاجه بس هو ما عندوش منصه زي مثلا برنامج البلاتو ده يتكلم فيه فبيقوم قايلها على سان جون هو انتوا ليه يا جماعه هنا بتقولوا كذا مثلا الفلاني ده معناه طبعا هو مش عارف ايه هو كذا ايوه هو عموما بتشغله قضايا في الضحك كده عموما يعني هل احنا مجمعين ان احنا بنتكلم على احمد حلمي العمل الصناعي على عسل اسود على اسف على الازعاج كده كلهم عدوا قدامي وانا بقول كده رضا كده رضا ده يا جماعه لا مش اصل ايه اصل بدر انت بتتكلم بالتحديد على النقطه بتاعه الكاركترز ماشي احمد حلمي عمل كده رضا حلو عمل ثلاثة وعملهم عبقريين وسيكولوجيا بقى كابتن هو عاملهم والفروق اللي بيهم مش جبارة يعني هما الثلاثة ممكن يلبسوا نفس اللبس وهو بنظرة عينه من قبل ما حد يتكلم تعرف ده مين فيهم بس انا ضد ان هما ثلاثة هما اربعة والماستر سين اللي الشخصية الرابعة اللي في الاخر ايوه يا يا اوكي شكرا يا دكتور ان انت حقيقي عالجتني يا لهوي وازاي عاملهم بجد بعيد لان هو اصلا مشكلته انه راح الدكتور انا حاسس ان انا ما عنديش شخصيه انا حاسس ان انا كذا هو فعلا ما كانش عنده ومنسحق ساعات بيقول ساعات بيحط لهم وهو بيحط لهم المنوم انا هعمل وعايز ياخد شخصيه البرنس وساعات انا هروح اخرج مع بنت واقابل وبتاع عايز ياخد شخصيه مش عارف ايه ولكن في الاخر خالص هو عامل واحده بعيدا عن الثلاثه تماما
على راسي. بس شخصية البرنس كوميديا يعني يا برنس يا معلم. His mother is very dying. اصلا وانا ده حقيقي. Very black news. ده حقيقي لو كانوا كده ومعتقد ان ده حقيقي. ايوه انا على فكره الحاجات دي خدت بالي انا بعد ما شويه في الفيلم ما شفتش الجون يخرب بيتك ديت انا بقت رانينج جاج على طول لاي حاجه مش طيب اقول لك على حاجه زي حاجه زي دي برده اقول لك على مشهد انت عارف ان احمد حلمي يديك جرين باس ان كل مره جون يفوتك عشان مراتك بتتكلم معاك تقول لها ما شفتش الجون وتتنرفز وبعدين تقول لها يخرب بيتك الموضوع يعدي حجمه فظيعه ايه انت بتهزر بس خلاص حجمه فظيعه انا عايز اتكلم في موضوع النهائي الدوري الانجليزي اللي كان بيحصل بين توتنهام ومش عارف مين ده انا دمي اتحرق يعني بصراحه ايه ده الكافيه بتاعي هيعرض الدوري الانجليزي بكره ماتش مهم مفيش ناس قاعده مهتمه بامر توتنهام في 2008 مثلا لو ما كانش فيه حتى هاري كين وما كانش فيه الملكه الله يرحمها برده ما كانتش متابعه يعني بتشجع توتنهام كنت اقول لك ايه المشهد بتاع السبوره في لقطه جميله اكيد انت هتبقى خدت بالك منها يعني السبوره مخرمه فجأة عايز يوضح لك ان ده بيحصل كل يوم كمان عكسها على وشه لما قال له اطلع بره رضا باعتياديه وهو عمل رياكشن وشه باعتياديه اكسب كنت واخد بالي بس ايوه هو كده كده الدكتور رمت البتاع هو كده كده عامل رضا السبوره والدكتور واحمد حلمي الثلاثه عم قالوا لك والمخرج الثلاثه قالوا لك ان المشهد ده بيحصل كل يوم السبوره متخرمه كتير الدكتور من غير ما يبص عمل دماغه بس كده وهو لسه بيكتب واحمد حلمي نفس الوقت في يدين هو شافني تاني لا يعني جميله صعبة. مشهد جميل ولكن صعب جدا ولكن عمل مشهد كوميدي مع جمجمه يا نهار اسود اعصاب انت اللي استفزتني كان زمانك بتشرب معايا ملعون ابوها 20 جنيه بس احمد مكي برضه مع احترامي طب انا اسف يا مستر عبد الرحمن والله ان انا هعملها فيك المره الثالثه على التوالي هيفوت احمد حلمي انا مش عايز ابان بس الشخص اليساري بقى اللي هو يا جماعه احمد مكي ممن ركبوا الموجه التي اطلقها احمد حلمي اصلا طبعا ان ممكن يكون في ممثل بياخد مشروع كوميدي كنجم اول بناء على رصيده في عمل او عملين مساند اوكي صح ان احنا ننتقل بعد كده من اتش دبور تامر وشوقية المساند لدور اول على طول وتشجيع الناس لده كانت انعكاس او شويه اتكال على المثال الناجح بتاع هنيدي وحلمي وسعد صح بس وحلمي حلمي حلمي قعد اون توب كتير قوي كتير قوي في الالفيه الجديده ده حقيقي فيلم ورا فيلم ورا فيلم وفي افلام منهم نزلت في نفس السنه مش يعني أيوة ما كانش أيوة في بريكس ما كانش في بتاع في فيلمين في نفس السنه مش فاكر ايوه غالبا وكلهم حلوين انا اصلا واخد ارتباط سريع جدا على المستوى الجاد بشخصيه الشباب في النقطه ديت انعكاس واضح قوي لرحله الشباب والمعاناه اللي هم شايفينها ورغبتهم في تحقيق النجاح طبعا طريق النجاح في الافلام ديت كان ساذج جدا بس ما علينا يعني الناس كانت بتلاقي نفسها في الحاجات دي انا بفوت حلو انا بفوت مكي عشان انا بفوت مكي عشان مش عايز اختار حاجه غير مكي وابقى معدي كده الاقي حاجه شغاله في التلفزيون مش عارف ارفع عيني في الشاشه يعني فلا خلينا مكي الصراحه مكي حلو الكلام سوينج يا برنس هزارا مش هزارا بس يعني بس الاسلوب والانسايتس واللي هو انا عارف ان الناس اللي بيبقوا في جامعه الدول بيبقوا ماشيين معانا العربيه بالطريقه العامله الصوت الطريقه عامله ازاي انا عايز اقول ده انا عايز اشاركك بده كمشاهد وانت بتتفرج عايز اقول لك انه انا عارف ان النموذج بتاع الشاب بتاع الجيم اللي عامل ازاي اللي هو لعبوا جيم من فوق بس يا جماعه ده اعظم انسايت في الدنيا مثلا انت انا عايز اقول لك ان انا فاهم كويس الحاجات دي اللي هو في حاجات عموما مش مجرد الموقف والافيه اللي حصل في الفيلم انا فاهم اللي حصل في يعني انسايتس وحاجات كده ايوه يا جماعه شاف الشارع خد باله من حاجات انت تعرفها التلات حاجات اللي عند الثلاثي هو شاف في الشارع وعنده انسايتس وذكي وبيعمل الحاجات كده شخصيات مش عارف ايه لازمات بتاعت كده في سؤال كنت المفروض اساله لكم قبل ما نخش في المباراه الاخيره لما كان لسه عندنا اربعه على الترابيزه ايوه الاسم اللي انتوا كتبتوه في الورق لسه موجود ولا لسه لا. موجود خسر اوكي ماشي مكي للاسف انا بعشق احمد حلمي يعني طفولتي كلها بس يعني انا بموت فيه يا جماعه بالمناسبه احمد حلمي لو كان نزل مع حد كنت مع اي حد تاني غير مكي بس مكي مبهر مكي ساحر فاهم قصدي حلو الكلام عشان اقول لك ان الفاينل ده لو كان احمد مكي احمد حلمي الرجل اللي قتلته ده قبل اي حاجه اكيد لو كان لو كان احمد حلمي انت بتتكلم عن حلمي الميدان طبعا امام
محمد سعد كنت كسبت. واو، هل دي مقدمات لانه بما انه هو احمد مكي وليس احمد حلمي اذا فهتكسب حد تاني؟ هنا بقى ما هو هنا بقى انا بقول بقى اللي هو طيب انا دلوقتي انت مش ضحكتني قد ايه او ضحكتني ازاي او الطريقه عامله ازاي او الفلسفه اللي جايه ورا ده عامله ازاي. فهنا اقول انه الامور عايز اقول حاجه بس صريحه انه شويه الاثنين وصلوا شويه للاسف الشديد ما كنتش احب ان ده يحصل يعني بس وصلنا احنا الاثنين شويه للمرحله بتاعت خلاص يا عم انا عارف الناس بتحكي ازاي فانا هعمل كذا كذا وخلاص واتوكل على الله. مبقاش فيه لسه انا بكسب لور. اسمح لي النتيجه كانت عكسيه. يعني انت مش متكل وهو بصراحه يجمع في ذلك احمد حلمي معاه بالظبط مش متكل على السهل فالناس لسه بتضحك بس في شويه ناس زعلوا وقالوا نغير بقى يعني بالرجوع للمثال اللي انت قلته في الموضوع بتاع هاني رمزي هو نفس الافيه بس هو الصراحه مش وحش يعني احنا عمالين نستهلك في الموضوع بتاع سوء التفاهم سوء التفاهم سوء التفاهم بس هو حلو يعني اهو بيجيب يعني انت اتضايقت من انه بيتعمل كل مره بس بس هو مش وحش انا من تاني مره يعني اول مره ضحكني انا فاهم ما خلاص انا بصراحه يعني اللي هو لو قعد يعمل ده على طول هقعد هحب اشير لان كتير بقى كده زهقنا عملنا ما اعرفش مين بس هو بيضحك كل في كل مره اهو على الاقل اتبذل فيه شويه مجهود واتعمل فيه بتاع ما اعرفش مين. لا الناس دول دلوقتي بقوا بيتكلوا على نفس التريك اللي هم بيعملوها كل مره وما بقتش بتجيب خالص. ده حقيقي. مكي يحسب له انه في رحلة النزول مش هقول سقوط بقى لان سقوط دي كلمة قاسية شوية بس في رحلة الانحدار عمل الموسم اللي قبل اللي فات بتاع الكبير اللي فات لا مش اللي فات اللي قبله لا صاحب الموسم which was ففي احنا عندنا الاثنين عاملين كده تقريبا يعني بس للأمانة سعد وهو بيعمل كده عمل من فوق قوي مش من نص نص يعني. وبعدين في نص السقوط دوت مكي عمل كده وبعدين رجع تاني. وفي حاجات خلي بالك في السيزون في الحلقات اللي في الاخر اللي هم كانوا عاملين فيها الكبير جوه الكبير و ايه ده اصلا ان انت تعرف ان انت وانت بتادي الكبير تاديه وانت مش الكبير بمعنى ان انت وانت بتادي الكبير بتتعتع فيه اللي هو الكبير اللي انت بتعمله اصلا كمان شويه في واحد ممثل كان في انترفيو الناس قالت له فرق لي بين فلان وفلان وفلان هم نفس الحاجه يلا بعدين يعني نبقى نتكلم لا اللي بيدعم اكتر واكتر ان الناس ديت كوميديانز على حق ربنا يا جماعه وانا اعني اللي بقوله لان انا كتير قوي لما باجي احط مقارنات ما بين الناس بتوعنا والناس بتوع بره بميل قوي للناس بتوع بره فيما يشبه ان انا بقلل من دول تقل قوي 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 وجامدين جدا 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 ولو في البرايم بتاعهم ولو في حالتهم الذهنيه بس الطبيعيه بيعملوا حاجات من اقوى ما يمكن. الدليل على ده في حاله مكي بالتحديد في الموسم بتاع الكبير مش اللي هو الاخراني الوحش اللي قبله الحلو المشهد بتاع ايه يا ست وانا ايوه انت راجل رايق وفايق ومبسوط والحال رايق شفت حاجه ركبتها على مشهد مع الناس وهم شغالين طلع حاجه نار انت عارف ان حتى دي رائعه فوق الوصف للاسف الشديد ان حتى دي باظت هي دي كانت بتتعمل في الموسم اللي قبل كده اللي هو انا بجيب انسايت او حاجه موجوده من الحاجات اللي شغاله دلوقتي او من الحاجات يعني كان في سيزون بالسيزونات اللي كان معمول فيه اصلا فكره المزاريت عندها تالنت اساسا يعني كان ساعتها لسه بيتعمل ارمز جوت تالنت كان في اعلان هم عاملينه بتاع كوكا كولا كانوا عاملين عليه بارودي وبتاعه وبيشيلوا بعض اللي هو كانت اغنيه بتاع كايروكي لا كانت ميكا ميري لو عايز بقى ده بجد ولا لو عايز بقى يعني لو فرق معاك قوي الدقه في الموضوع اوكي فانا اسف جدا يعني انت راجل من الناس اللي عرفتنا الضحك برضو محمد سعد ما انا برضو لما بكلمك في مشاهداتي واللي انا شفته ده ما كانش بالترتيب يعني مش ده على الايام الاول خلصه وخش على محمد لا انت الليمبي ده ممكن يكون اول عادي بالضحك اساسا يعني بس على الاقل لما بتشوف اللي ورا ده او اللي هو طيب انا ممكن تعبان في الحاجه قد ايه مش تعبان جسمانيا وبدنيا وساعه التصوير تعبان فني لا سعد عبد الحفيظ تعبان فني لوزر الاهلي الحزين فانا للاسف الشديد مش للاسف الشديد يعني هي صعبه هي الحلقه دي على فكره ضرب نار نار واول صدمه كنا مستنيين ان انا اخدها خدتها في الاول خالص وخلصنا القصه في بالي عشان برضه يعني
للاسف انا مش للاسف انا هجو فور احمد مكي. انا هجو فور محمد سعد. احمد مكي يا ريس يا راجل. بص بقى ده بص خلي ما بيخسرنيش ده انا بص انا كنت لسه مستني فاكر ان انا حورته وهيستنى انا باخد الاحراج الاول استلمه. لا 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 احمد مكي طبعا طبعا مبهر ساحر يا جماعه والله ساحر ساحر مش طبيعي مش طبيعي ونزل الشارع وشقي فعنده كنز. وانت ينفع تقول على محمد سعد انه ما في الشارع ومش هو مش بيتبان ما هو ده مش قصده ان هو يعني لا انا بكلمك ولا لا. ينفع تاخدها حتى من الزاويه بتاعه الكاركترايزيشن ده هو دوت اللي اخترع اللعبه اساسا بالظبط انا جاي لك بقى بالمبالغات الشديده اللي ياما في ناس تحطمت تحت وطئتها ده راجل خد الكلام بالتحدي ده ولبس كاركترز تتخطى مرحله الكلاون ب 20 خطوه وعدى بيها من وسط الناس وضحكهم وبسطهم ما حدش كان عنده مشكله مع اللي انت بتعمله وفي وسط الكلام ده وتقدم افلام متماسكه وسوليد وقويه ممتاز انا بقول اللي بالي بالك وبوحه بسنجل دم اوت ما بين كل الفيلموجرافي بتاعته كافلام حلوه بجد حلو ممتاز بعيدا عن كونها كوميديه فقط لا غير طبعا طبعا وعلى راسي ولكن بوحه عوكل الليمبي سيبك من اللمبي بره شويه بس بوحه وعكل وكركر وكتكوت هالاربعه دول وقفهم كده مين فيهم يبقى انسان حقيقي عايش معاك في الشارع مفيش بس ما دي الحاجات بقى اللي هي دي الكلاون حلو حلو هو جيم كاري اللي بيعمله بره دوت في واحد منهم شخصيه حقيقيه حتى طبعًا. وهو بيلعب شخصيات تبدو زي ما تكون في وظائف طبيعيه زي لاير ده محامي في محامي في الدنيا ممكن يعمل هو بيعمله ممتاز انا معاك جدا ولكن انا بقول لك دي مخاطره تلمسني. خد بالك ان دي مخاطره بجد لانك ممكن تعمل الكلام دوت تقفل نص الناس صح وحصل بعد كده انا بختار احمد مكي لان احمد مكي بيخليني انا شويه بتشد وبتجاب وبنبهر كده بحته ال ايه ده يا نهار ازرق ده انت ازاي جايبه كده اصل ماشي انت عامله لحد مش حقيقي بتضحكني بتموتني من الضحك لكن تعمل حد حقيقي تعمل النسخه من استاذ محمود مهدي جارنا بس بيضحك فشخ يا نهار ازرق فاهم قصدي؟ ما قصدش مش عايز افهم بمعنى انك تعمل مثلا الكبير مثلا انا لو راجل صعيدي او انا حتى مش صعيدي انا بشوف انا في عمده في البلد عندنا انا عارف شكله انك تعمل العمده دي وعامله بالظبط بنفس اللبس بنفس اللكنه الصعيدي من احسن الناس اللي اتكلمت صعيدي بس ما بعرفش يسستنها يا بدر ده حقيقي يعني عملها كم مؤخرا مرة. هو مؤخرا بصراحه في الجزء الاخير والقبل الاخير حتى القبل الاخير الجيم الفشخ ده الكبير. ولما انت اتعودت على حاجات بص على الفيلموغرافيا بتاعته كامله هما كام فيلم مش قد محمد سعد اعتقد لا يقارن بمحمد سعد اكيد وعنده للامانه علشان اكون واضح هو عنده مشروع برضو اللي يقال عليه مثير للجدل او مثير للاختلافات اللي هو سينما علي بابا سينما علي بابا دوت ناس كتير قالوا هو دوت بدايه السقوط لاحمد مكي انا شايف انه كان مشروع عبقري ده جميل بنصينه بما فيهم النص بتاع ديكو الفرخه دوت انا شايف انه عظيم بس كلها مسكت بس في ان هو مسك في الافيهات بتاع ديكو الفرخه بس هو مش كده وبس يا جماعه هو اكتر من كده بشويتين أيوة. بس وانا دايما بقول ان في كوميديانات وفنانين كتير جدا لما بيعمل مشروع هو التطور الطبيعي بتاعه ولكن يحصل سوء تفاهم ما بينه وبين الجمهور بيفقد الاتزان تماما وده ينطبق على ناس كتير جدا منهم للمفاجاه ناس قلنا اسمهم معدين عليهم زي هاني رمزي لان هاني رمزي كان عامل عاوز حقي وانا شايف ان هاني ان عايز حقي فيلم محترم جدا وما عجبش الناس وما حققش نجاح كبير وفقد الاتزان من ساعتها نفس الموضوع ينطبق على مكي لانه بعد كده عمل مشروع كوميدي من أسوأ ما يمكن اللي هو سمير ابو العالمين حموده ده سمير ابو العالمين حموده انا دخلت الفيلم ده في السينما وانا كل حماس لان شفت الكاركتر من أسوأ ما يمكن انت بتقول دخلت الفيلم الفلاني سمير رايح جاي السينما ونمت انا كان نفسي اخش بقى في السينما سمير ابو النيل عشان اخد منوم انا بنفسي اخد منوم عشان لو ما عرفتش انام لا ده ابتدى يحصل معايا مؤخرا انا ابتديت اقرر انام في افلام يعني عارف ان الفيلم بيبقى وحش فبينيمني وفي افلام تانية انا ممكن انام اقرر طب ما انا ممكن انام تكييف مجاني والدنيا جميله الدنيا جميله وبتاع فلا يعني هقول لك فتره سيطره سعد اطول حجم النجاح اقوى التاريخ ما قبل ذلك كذلك اطول الراجل ده جابها من تحت قوي بقى يعني مكي لو مره طلع بمشروع مره مخرج لقط النظر الناس قالوا احنا لسه معديين بالموديل بتاع سعد وبتاع حلمي وبتاع ما اعرفش مين ممكن يركب نفس الموجه طبعا استثمرها واشتغل بيها كويس وعمل بيها حاجات عظيمه سعد يا جماعه ده يمكن من اواخر الثمانينات وهو بيمثل تقريبا في ادوار مسمى سعد كان طالع في الترك الى الات
يا نهار ازرق يا نهار ازرق من كتير قوي جابها من تحت قوي عقبال ما الناس ابتدت تلاحظه وتعمل بيه حاجات وبتاع. اول مره شفنا بيعمل حاجه كوميدي كان في فوازير تقريبا، كان طالع في وزير في مسرح في حاجات تسعة على المسرح كده رد قردي. لا بس الرد قردي بعد ما في المسرح بس، لا عمل عمل حاجه في مسرح في مقدمه تترات فوازير. ايوه انا فاكر دي. كان بيعمل دور معلق في، عارف انت حد فيكم يفتكر المقدمات بتاعت الفوازير كانت بتبقى عامله ازاي؟ كان المقدمه نفسها عباره عن استعراض كلها فقرات راقصه مختلفه زي ما كانت بتعملها شريهان ونيلي وسمير غانم وبتاع. في واحده منهم تصدر لها صعب وراح عامل كاركترز شبه دول بقى، شبه الليمبي وشبه بتاعه ما اعرفش مين. الناس كلها الشباب بالتحديد عينها لمعت، ايه ده؟ ده حاجه مختلفه، حاجه مش طبيعيه، حاجه بتاع. كان غالبا بيعمل دور معلق كوره في ماتش ودخل بيجري بطريقه غريبه وراح قايل الرايم بتاعته. ما اعرفش لو حرف الاقيه دوت ولا لا، بس يا ريت. احنا جبناش سيره قطاطا يا جماعه كل حلقه، هل ده صح؟ ما يصحش والله، ما يصحش يا جماعه. يا جماعه سيره مستودع انا ما حدش يعرفها ليه يا ابني؟ بنت 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 عشان انا ست كده لما انت معاك سجاير يا ابن الكلب. لا 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 الامريكي والحربقه بتاعت السداد اللي هو سرق مستودع الامريكي. الرحله اوسع بكتير. انا بفوت سعد عموما. انا بفوت مكي. وانت على فوتك؟ لا يعني الراجل حاول حاول يشد. لا والله انا ما انا مش عاوز الموضوع يتنقل لدرجه ان انا شايف ان مكي ما يستحقش يكسب. لا لا خالص خالص. انت لما قلت انت بالمناسبه لما فكرتني بموضوع البدايات وبتاع، انا بكلمك انا للاسف شديد ممكن تلاقي احنا الاثنين رايحين شويه في حته الانسايت سيمين ماهرين بيها شويه عشان ده اللي احنا بنحاول نعمله بشكل او باخر في حياتنا يعني. بس يا جماعه هو 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 الهزار ده ما كانش موجود بتاع بتاع اسمه ايه ده، بس ما كانش بقى على كمخرج، كان على اسمه ايه، على حاسه السبعه. هو في فيلم لا اجرى اقوله دلوقتي، بس هو اصلا فكره ان انت تفكر ان البنت الصغيره وهي بتتفرج على واحدة في التلفزيون ده اللي بيجي في بالها، ده كان لما يكون احد يجرؤ يقوله. سواء الام والاب والام والاب فكرة ان الاب شاكيرة وهي بتقول له قازم وبتاع، لا دي حاجات ما حدش كان تعرض لها قبل كده ورا هل اصلا. دي حقيقة. انا للأسف عشان خاطر الموضوع ده هو الموضوع بتاع الحاجات اللي هي في ناس تضحك على فكرة يعني، لما بتلاقي ناس بتضحك على حاجات بتاعت ميكي القديمة او كذا وكذا مفوتة الحاجات دي انا متضايق. لا يا جماعة انتوا كده مش ميكي يحسب له رصيد كبير في تطوير الكوميديا. طب هل تعلم تطوير احساس الجمهور بالكوميديا انه ابتدى يتقبل حاجات ما كانش متخيل انها بتضحك؟ في ناس ممكن في المجال او في ناس ممكن اقدم شويه ممكن يكونوا مش فاهمين هو بينجح ليه، ممكن يكونوا فاكرين ان هو بينجح ده عشان كبير، كل الكبير حصل فيه ده عشان صعيدي وخلاص يتكلم بطريقه تضحك زي ما الناس فاكره صعيدي. واحمد من المبهر برده والمفاجئ بالنسبه لي لما سمعت احمد مكي بيتكلم، حد بيساله بيقول له طيب هل السؤال بقى السخيف اللي بيتسال، احمد الرابر ولا المؤلف ولا السؤال السخيف ده؟ رد كل قال لك لا انا لو هختار حاجه مخرج. انت عارف ان احنا المناقشه دي لو كانت في الراب كل اللي عمله ده لو بنتكلم في الراب الراجل ده كنت طلعته من اول دور خالص. بس يلا يعني مش مشكله. يلا بينا يلا بينا اخر كلام مكي. اخر كلام مكي بغض النظر عن اعلان تايجر، انا اخر كلام سعد برضو، ولكن يفوز معانا احمد مكي في مسابقه او دور 16 لافضل كوميديا في الالفيه الجديده. اتمنى ما حدش يسيء لينا باي شكل يعني. احنا يا جماعه جايين انت بعد ما قلت كده فكرت الناس انها تسيء. اه لا لا دي لعبه دي لعبه والله دي لعبه فقط يعني. يعني قصدي ان عايز اقول في الاخر ان احنا ده عشان احنا الناس بنحب نضحك الاول قبل اي اعتبار يعني. صحيح. مش ده مش احنا موجهين له اول الكوميديا. انا اصلا بكره موضوع التصنيف وده كوميديا احسن من كوميديا ده وبتاع. فده اللي هو ده رايي وذوق يعني مش ولكن يعني. من المؤسف عزيزي هو ان قائمتنا دي كلها وكل ما كنا بنقرب اكتر من المراكز الاقصائيه العليا اللي هي بتاعه مين الاول ومين الثاني ومين نص النهائي ومين الكلام ده، جبنا كوميديانات في حاله مش جيده. في حالتهم حاليا مش جيد. ده بيقول ان الوضع صعب جدا بما فيهم الرجل الفائز معانا. احنا ما شفنالوش مشروع مؤخرا جيد، اخر حاجه كانت الكبير. ما شفناش سينما بقالنا كتير وحتى ما مش سامعين ولا عارفين هو ناوي يعمل ايه في اللي جاي. بالظبط. مش ناوي يعمل ايه مترقبينه، احنا شايفين هو ناوي يعمل ايه من اساس اصلا. عايز اقول مكي يفوز معانا. ما فيش حاجه في الدنيا بتضحك اكتر من مشهد بتاع خالتي نايمه بتاع محمد عيد وعلي قريب. لو انت بتتكلم اكتر حاجه 20 دقيقه بالمناسبه. اتفضل. لا اتفضل حضرتك. والله لا اتفضل. ما انا فاهم انك كسبت. انت لا. كاتب مكي من الاول. لا 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 انت قلت اسمك خرج من بدري صحيح. انا ده عشان إيه الخط الصغير ده؟ كنت عايز هنيدي. كنت عايز عشان خالتي نعيمه. اصلا. طب انت ازاي ما لعبتش الكارت ده؟ ليه؟
ازاي ما لعبتش الكارت ده وهو في ماتشه مع عادل امام؟ حاولت بكل الطرق. انا نسيته، انا الكارت ده ما جاش في بالي، مش متاكد انه كان يكسبه. بس ده كارت مهم، ده مسرح، ده مسرح، ده ارتجال. يب يا ابن اللذينة. فين صايع بس اللعبة. ما استخدمتش كارت ان انا كسب حد، بس حد دي غير في بتاعت احمد امين واحمد ادم، عشان احمد ادم يعدي السيمي فاينل في دور الثمانيه انما غير كده في الوضع الطبيعي انت لو قلت له احمد يعني تعدي مع مين الشارع اقول لك احمد امين تعدي مع مين الشارع يعني انت لعبت لعبه من الالعاب اللي انا بلعبها دي، بس في الوقت انت هزمتني في لعبتي يا ابني فعلا. الموضوع خطير جدا، ابتديت اخاف لما احمد حلمي ابتدى يقرب عشان احمد مكي هيتاذي يعني. بس اصلا طيب ما طبيعي يعني شايف محمد سعد بصراحه كانت باينه بصراحه. تاني مره اوصل للنهايه وما اكسبش، مش معقول، مش معقول ابدا كده. انا في السينما اخر حلقتين بتكلم عن الحلقات اللي عملناها هنا في الاستوديو، احنا عملنا بيكسار وعملنا البيوجرافي، كسبت كسبت الاثنين الحقيقه. انا المره الوحيده اللي خسرت فيها خسرت حاجه في ماتش جامد، خسرت زلطان قصاد هنري. ايوه وخسرت دي، ما انا كنت شايف. لا وخسرت هنري اللي بتاعت عز ويوسف. لا دي كسبتها، مش داروني اللي طلع كسب ماتش عز. هنري اللي كسب، هنري اللي كسب مش روني. يب 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 صح، ده معلش. بس ما اسعد واجمل الخساره امام حضراتكم. يا لهوي انا بسطت قوي 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 بجد والله، بسطت والله العظيم جدا. هتيجوا تاني؟ والله عادي جدا، وهتجيبوا معاكم جيني. انا نفسي نفسي تاني. بالظبط، نورتونا جدا 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 والله. والناس اللي ما تعرفش يا جماعه، بودكاست اشتري مني والستاند ابس بتاعت الشباب والحاجات ديت كلها، يعني انا لو ما كنتش بحبهم ما كنتش استضفتهم، الموضوع بمنتهى البساطه يعني. في انتظاركم تلعبوا اللعبه برضو، انتوا عارفين دور 16 موضوع سهل جدا، كل اللي محتاجينه شويه ورق وقلم و16 كندر سربرايز وبتاعه سمك، الموضوع بسيط يعني. ميزانيه. وتلعبوا اللعبه وتقولوا لنا في التعليقات شايفين مين اللي كان المفروض يكسب، او انتوا كسبتوا مين لما لعبتوا اللعبه. ألف شكر مستر بدر، ألف شكر مستر عبد الرحمن، ألف شكر ليكم جميعا، باي باي.